السلام عليكم أخويا خويا، كنت في الأسبوع الفيديو هذا غادي نحاولوا نفهموا شوية ديال ليزيكزارسيس في ليزون شيميك. ما كنتمنى تكونوا فهمتوا هذيك 5 سوايع ديال الكور، عارف بأنها تكون طوالة شي شوية، ما تنساش بأن يعني ما جبتش على هذيك 5 سوايع سويفي، يعني كدير واحد 30 مينوت باغ جوغ راها كافية يعني باش تضبط لا ماتيير أبري، يعني باش تكفيك. أنا درتها 5 سوايع يعني باش تكفيك في السيمانة توجد واحد لا ماتيير اللي هي كتبان، يعني الا خدمتي خليتيها شويه بشويه راه تاخد لك واحد شهرين ولا 3 شهور غير ديال الكور، وعادي تبقى لك شهر ديال البريباراسيون ديال الاكزامان، دونك هذا الشيء طوال. وكان يعني درت خدمت 5 سوايع دونك باش يعني تزرب على الماده وما تخليهاش تجمع عليك. الكور كما قلت لك، كما كنت جالس في الكور، بان تقريبا الكور فيه كلش، يعني نشوفو تماما نبقى ناخد داك الشيء من الكور وغادي نحاول نحطو. أغلبية ديال لي زيكزومبل راه غتلقاهم في لي زيكزام، أغلبية ديال لي كالكول راه حنا ديجا درناهم في الكور. دونك أوكي، دونك أول حاجة نحاول ندير لكم غير واحد الريجيمي اللي غادي يكون قليل شوية، ماشي سوفيزون، يعني متعودش عليه غير بوحديتو. تحاول تضبط الكور اللي هضرنا عليه في الأول. دونك كاريزومي، دونك قلنا بان لا ليزون عندي جوج ديال في ليزون، هضرنا على جوج ديال الحوايج، هضرنا على لا ليزون كوفالون، دونك هضرنا على واحد اللي هي لا ليزون كوفالون. هاد لا ليزون كوفالون قلنا هي لا ميزون كومان ديال الالكترون، يعني شاك اتوم كتدخل عليها بالكترون. يعني كنا هضرنا بان الاتوم ا مثلا كيكون عنده واحد الالكترون في واحد الكاز كوانتيك، والاتوم بي تجي عنده واحد الالكترون في الكاز كوانتيك، وهاد جوج ديال الالكترون كيدخلو بجوج وكيعطيوني اون ليزون شيميك اللي سميناها لا ليزون كوفالون. دوزيام تيب ديال ليزون كوفالون هي دونك هدا ان تيب، دونك هدا بروميي تيب. دوزيام تيب قلنا هادي سميناها نورمال، ولا ليزون الثانيه قلنا هي لا ليزون داتيف. دونك داتيف كاين اللي كيسميها داتيف، كاين اللي كيسميها دو كوردينونس، كاين اللي كيسميها سيمي بولار. اوكي، داتيف هي لا ميزون، ماشي لا ميزون كومان ديال دوز الكترون. مثلا اتوم ا كتدخل لك واحد لاكاز كوانتيك عامر في جوج ديال الكترون، ولا اتوم بي كتدخل بواحد لاكاز كوانتيك اللي هي خاوي. اوكي، وكيعطيوني اون ليزون بيان سور، يديرو ليا اون ليزون بهاد الطريقة هادي. دونك هاد لو تيب دو ليزون سمينا عليه اون ليزون داتيف. ان اكزومبل ديال هاد ليزون داتيف هي مثلا خديتي ان اتش 3، ان اتش 3 الى درتي ستركتور ديال لويس كتلقى شي حاجة ديال بحال هكا، وهنا عندو واحد الدوبلي، وبالتالي مثلا هاش بلس، دونك كنعرفو بان اش الى حيدتي منو واحد الالكترون تبقى الكاز كوانتيك خاوي. دونك شنو كيوقع؟ كيوقع هاد الدوبلي هذا اللي عندي هنايا كيمشي ديبلاصا لهاد البلاصة الخاوية وكيكون ليا ان اش 4 بلس. اوكي، دونك هذا ان تيب ديال هاد ليزون. هادي هضرنا بيان سور على ريغل ديال لوكتي، مغاديش نعاودها. دونك لا ريغل لوكتي هي فهاد الحالة خاصة كتصلح غير في لي زيليمون ديال دوزيام بيريود، وماشي لي زيليمون ديال دوزيام بيريود كاملين بيان سور كيخدو على هاد لا ريغل، دونك مغاديش نهضرو عليها بزاف. لا دوزيام شوز هضرنا عليها، هضرنا على ليزون دونك سيغما، دونك لا ليزون سيغما. قلنا هاد لا ليزون سيغما قلنا اس عقل عليها هي سوليد، دونك باش تعقل عليها سيغما سوليد يعني هي اللي كتكون قاصحة شي شوية، يعني خصها بزاف ديال الانرجي باش تهرسها، هادي معنى ليزون سوليد. هاد ليزون سوليد خصك تفهم يعني تعرف ديفينيسيون، هو لو ريكوفرمون، سي ان ريكوفرمون اكسيال يعني suivant l'axe de deux orbitales atomiques S ou de deux orbitales atomiques, مثلا PI ou la PZ ou la PX ou une orbitale S مع l'orbitale Y. Donc, on va vous dire comment ça se passe. كتجيني مثلا كتخلي واحد لاتوم ا تكون عندها واحد الالكترون في الاس، لاتوم بي تاهو كيكون عندها الالكترون في الاس، وكيعطيني اون ليزون. دونك لا ليزون كتكون بحال هكا في الحركة في الاسباس، هنا كيكون النوايو وهنا كتعطيني
بلوس دونك هادي هاد بلوس يعني هو السين هنا كتكون قلنا شاك اوربيتال اللي ديكري بواحد لا فونكسيون دونك اللي هي بسي دو ا هادي هي بسي دو بي الى تجمعتي بيناتهم يعني درتي لاديسيون ديال هاد لي دو كتعطيك بسي يعني بسي ديال لا موليكول هادي كتساوي بسي ا زائد بسي دو يعني شنو لاحظتي هنا يعني درتي عملية الجمع الى سولتك هنا في هاد لا ريجون هادي هاد لا ريجون هادي قلت لك شنو هي البروبابيليتي واش البروبابيليتي باش نلقى ليكترون واش كبيرة دونك ندير الحالة الثانية باش نقارنها هذا دخل مع الموان دونك كاين نفس لوربيتال اس انا عندي بسي دو بي انا عندي بسي دو ا دونك دي فورما يعني شي كيدخل في شي النوايو بيان سور راه كاين في الوسط النوايو الالكترون اللي كيعيش في هاد الشي قنت انايا في هاد البلاصة هادي كيعطيني شي حاجة دايرة بحال هكا قلنا هنايا هذا سميناه ان بلون نودال يعني هو البلون اللي صعيب تلقى فيه ريكتون هو البيس هادي من ديزني الوسط هنا بيان سيغ كاين بلوس وهنا الموا والنوايو كيكون هنايا يعني فين البلاصة اللي سولتك فين البلاصة اللي ممكن الإلكترون يكون فيها بزاف هي هاد البيس هادي حتى هنا ممكن يكون هنا من في الوسط كتلاحظ بأن البروبابيليتي نقصات بزاف يعني هاد لو ليزون عليه هادي سميناها سيغما اس وهادي سميناها سيغما اس ايطوال اللي هي اونتي ليونت علاش اونتي ليونت وهادي ليونت حيت ما تنساش كما قلت لكم هاد بسي عندها علاقه دونك متساوي بان بسي عندها علاقه بالبروبابيليتي دو بريزونس لا بروبابيليتي دو بريزونس هي المودول ديال بسي او كاري فوا دي اكس دونك هادي هاد ليكسبريسيون ماتيماتيك علاش كتجاوبني كتجاوبني اسونسيلمون مثلا الا قلت لك شنو هي البروبابيليتي باش يلقى ان الكترون اونتر اكس اي اكس بلس دو بي اكس يعني فهاد لا ريجون هادي شنو هي ان بروبابيليتي باش نلقى الالكترون ديالي فهاد القنت انا شي الاحتمال باش نلقى الالكترون شنو كدير هي سي او كاري دي دي اكس يعني لانتربريتاسيون فيزيك ديال هاد لا فونكسيون دون كتعاونني باش كنلقى غير لا بروبابيليتي دو بريزونس ديال الالكترون اوكي دونك البلاصه فين كانت تكون عندي بسي ماكسيمال غادي تكون البروبابيليتي ماكسيمال ولا كانت البسي مينيمال غادي تكون البروبابيليتي مينيمال نشوف في هذه الحاله الاولى الحاله الاولى كما كتشوفوا هنا دونك كما كتشوفوا هنايا هنا عندي الالكترون ممكن يكون هنا ما بين لي دو نوايو دونك هذا هو النوايو دونك الاحتمال البروبابيليتي هنايا طالعه وين سولتك هنا هنا كتلاحظ ما كاينش لوند في هذا القنت هذا ما كايناش لوند كاين هنا غير واحد الطريف هنا شويه هنا وهنا شويه يعني في الوسط ما كايناش يعني انا كنقول بان البروبابيليتي باش نلقى غتكون طايحه بزاف يعني الالكترون ما غاديش ما يفضلش يبقى في هذا القنت هذا غادي يحاول يجي لهنا بيان سور الا جاني الالكترون لهنا او الا جاني لهذا القنت هنا ما غاديش تكون عندي اون ليزون عليها سميناها اونتي ليون الوغ كو هادي هادي الالكترون ما كيبغيش يجي لهذا القنت هذا علاش حيت ما كايناش بسي هنا ما كايناش بسي الالكترون كيفضل يكون في الوسط يعني لو دوزي الكترون كيفضلو يبقى في الوسط ما بين لي دو نوبيون يعني كتكون عندي ليزون على سميتها ليون دونك هذا غير باش تضبط المفاهيم وما تبقاش غير حافظ بيان سور هاديك ليكواسيون بسي كتخدع بيان سور يعني كتيفولي في سباس وفي لوطون ليكواسيون اللي كتعطي ليفوليسيون ديالها في سباس وفي لوطون هي اي اتش بار ديال بي بسي اتش بسي اللي هي غنتشوفوها من بعد هي ليكواسيون دو عمي شرودنجر دونك ديما باش نكون متفاهمين لا فيزيك كتفهم كتفهم يعني ما تبقاش نركز غير على الماط 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 ناخذ شويه ديال الماط ونحاول نفهم ليكواسيون نفهم شنو هما لي زيليمون ديال ليكواسيون نفهم شنو كيعطيني كل حاجه مثلا عندي اون ديريفي بارسيال شنو معنات اون ديريفي بارسيال خصني نبقى نطرح في هاد الاسئله شنو معنات عندي اون ايكواسيون مضروبه في اي كتعطيني شي حاجه اللي هي شنو هو هاد اش هذا شنو هو اوبيراتور شنو هي ماتريس دونك نحاول نقلب على لا سينيفيكاسيون ديما نحاول نقلب على سينيفيكاسيون فيزيك هادشي كنا هضرنا عليه هضرنا على هاد بسي هادي كتريبريزونتي الفونكسيون دوند ديال الالكترون اوكي دونك بسي غير باش نقول هي لا فونكسيون دوند هاد لا فونكسيون دوند يعني كنفترض بان الالكترون كيشبه لواحد لوند اوكي يعني الالكترون راه ماشي ماده راه ماشي بوان ماتيريال ميمكنليش نعتبرو بوان ماتيريال كنعتبرو سولون هاد ليكواسيون كتشوفو على اساس انه واحد لوند بيان سور ماشي نامبورت كيل اوند يعني متخيلش واحد لوند موجة ميكانيكية ولا شحال هادي كنقول كتعطيني اون اوند دو بروبابيليتي غنسميها اون اوند دو بروبابيليتي يعني كتعطيني غير لا بروبابيليتي غير الاحتمال ديال الالكترون ديالك
وماشي بسي اللي كتعطيني احتمال، الموديل ديالها اوكاي هو اللي كيعطيني احتمال. كنعرفو بان الاحتمال بلا ما ندخل في ديتاي علاش تخدم احتمالات في الميكانيك كوانتيك، الاحتمالات في الميكانيك كوانتيك سي ان برانسيب، ما عندكش ما تناقش فيه برانسيب. يعني كنشوف ليكسبيريونس كنلقى داك الشيء يعني في الميكانيك في لي زوبجي كوانتيك، يعني بحال الالكترون ولا بحال النويو ولا بحال الكوارك ولا بحال اي اوبجي كوانتيك، ما كيتصرف ليش بحال العالم الكلاسيك ديالي. يعني ما يمكنليش نعتبره بحال واحد البوان ماتيريال ونقول بي ديالو هي ان في، الانرجي ديالو هي سينيتيك هي ان دومي ان في كاري. هادشي ما صالحش في لي زوبجي كوانتيك. علاش؟ لي زوبجي كوانتيك كيشبهوا لواحد لوند. هادشي هاد لي زوبجي ديال لي لوا ديال نيوتن راه مطبقين، او لا اف تي كالا ام كالا مطبقين على دي بوان ماتيريال، يعني دي بارتيكول او لا دي زوبجي ماتيريال بحال هكا كيشبهوا واحد النقطه. اوبجي محدد بواحد النقطه، يعني يمكن لي نعرف لا بوزيسيون اكزاكت ديالو. باغ كونطخ لوند ما يمكنليش نقول لوند بوزيسيون ديالها هنايا، ولا لوند راه يمكن لها تكون في اي بلاصه، هادي كامله البلاصه ديال لوند فين كاين. اوكي مثلا كانت لوند هذا هو التشوه ديال لوند ديالي، الا فين كاين تقول لي راه كاين هنايا كاين فاد دلتا اكس كامله. باغ كونط في لي زوبجي ماتيريال كنقول اكس ديالي ها البوان ديالي ها فين كاين ها فين كاين. اوكي دونك هي باش نحاولوا ندخلوا هاد المفاهيم. بيان سور هادشي راه كتقرا حتى الميكانيك كوانتيك، عاد كتفهم هاد الدواليتي اون كوربسكول، علاش كنعتبر الالكترون فينومون، شنو هما لي زيكسبيريونس اللي بينوا ليا باننا النظره ديالنا على الالكترونات راه كانت غالطه، حتى جات الميكانيك كوانتيك هي اللي صححتها لنا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك انا اللي بغيت نفهم من هنا تفهم بان بسي سي اون فونكسيون دوند. فاش كنقول فونكسيون دوند هي بحال اللي قلتي لا كارت ناسيونال ديال الالكترون ديالك، لا كارت ناسيونال. هاد بسي فيها هادوك، حيت كنا هضرنا واحد لاكارت ناسيونال في لاتوميستيك اللي قلنا الالكترون يمكن لي نوصفو. شنو معنى نوصفو؟ هي نعرف لينيرجي ديالو باش كيتحرك فين كاين في لاتون في اين قنت في اين اوربيتال، الى حددت ربعة ديال لي نومبر كوانتيك. دونك هاد ربعة ديال لي نومبر كوانتيك كيدخلوا ليا باش كيكون لي هاد لا فونكسيون هادي. دونك هاد بسي هادي كديبوندي اسونسيلمون بالان والال والام والام اس. اوكي وقلت لكم لانتربريتاسيون فيزيك ديال هاد بسي كتعطيني لا بروبابيليتي، كتدخل ليا في ليكواسيون ديال البروبابيليتي. علاش كنا كنهضروا هنا على البروبابيليتي؟ حيت قلنا الالكترون راه ماشي بارتيكول باش ما نهضر، حيت البروبابيليتي الا قلتي ليا قذيفه لحتي قذيفه، فاش كنا كنلوحوا قذيفه في الفضاء في، ما كناش كنهضروا على شنو هو الاحتمال ديال القذيفه مثلا باش توصل لهنا ولا باش تطيح هنايا، شنو هو الاحتمال ديالها. كنا كنعرفوا اكزاكتومون القذيفه فين غادي تطيح، واش تطيح هنا، الا كانت تطيح هنا كنعرفوا البلاصه فين غادي تطيح. نطبق القوانين نيوتن، القوانين ديال القذيفه، كنعرف غير الفا والفيتاس انيسيال باش مشات، يمكن لي نحدد لك فين توقف وشنو هي اعلى مسافه يمكن لها توصل. اوكي وشنو هي الفيتاس ديال هذه المسافه وشنو هي الفيتاس اللي توصل لها اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي يعني يمكن باش كنهضر على البروبابيليتي، باش كندخل البروبابيليتي في الفيزيك انا ما كنفيزيك ما بقاش عندها معنى. مي في الميكانيك كوانتيك البروبابيليتي شي حاجه اللي هي داخله كيما قلت لك في لي بوستولات تلقاهم كاين البروبابيليتي. يعني الالكترون ما كنعرفش فين كاين، كنعرف غير الاحتمال ديال البلاصه. يعني كل بلاصه نقدر نقول لك مثلا الا كان هكا لا فونكسيونور مثلا تخيل لقيتي هكا، هنا غادي نقول بان الالكترون راه لا بوزيسيون مويان ديالو راه كاين هنايا، واخا هو راه ماشي هنايا بالضبط، يعني كياخذ هاد البلاصه كامله، يقدر يكون في البلاصه كامله، مي يمكن لي نقول بان البروبابيليتي باش نلقاه مثلا في اكس زيرو كبيره، يعني مثلا 90%. اوكي دونك حنا ما ندخلوش عاوتاني في ليكور و نزيد نعقدو. دونك لي قلت لكم خصكم تفهموا بان دوز اوربيتال يتلاقاو سويفون واحد لاكس كيعطيني واحد الليزون اللي هي السيجما قلنا هي اللي سوري دوز اوربيتال ديزون. كنا نديرو حيت هاد البريسا هاد البارتي هادي في الكور كانت تعطات، ما بانش في الكور هضر شرحتها وما بانش في الكور مزيان. دونك الا تلاقى حطيت مثلا واحد الاوربيتال بي زد، زدت عليها واحد الاوربيتال بي زد مثلا نفترض بان عندي بسي، هنا هاد الموان هذا عنده واحد العلاقه بواحد الطيطا، وهاد الموان هنا عنده علاقه بلافاز ديال لوند، حيت كنعرفو بان عندك جوج ديال الموجات. اوكي الا زدتيهم مثلا دو تيل مانيير يكون الماكسيموم ديال هذا يطيح مع الماكسيموم ديال هذا، الماكسيموم هنا الماكسيموم، دونك غادي تلقى شي حاجه كبر من هاد الشيء، شي حاجه بحال علاش حيت درتي عملية الجمع. أما إذا كانت الموجة دايرة مثلا هكا زدتي عليها شي حاجة دايرة هكا، يعني شنو كتلاحظ هنا الماكسيموم كيطيح مع المينيموم ديال هذا، المينيموم ديال هذا كيطيح، يعني درتي الجمع ديالهم مثلا هنا إذا كانت ثلاثة وهنا ناقص ثلاثة غير باش تفهم،
نعاود تاني مثلا جوج باش ما نديروش نفس باش نستنى الزيرو، ولا نخليو الزيرو باش تبقى من عندي ثلاثة وانا عندي ناقص ثلاثة. دونك الا زدت هاد النقطة مع هاد النقطة، ثلاثة ناقص ثلاثة شحال عطاتك؟ عطاتك صفر. زدت هاد النقطة مثلا ناقص ثلاثة مع الماكسيموم زائد ثلاثة زائد. بيان سور حتى هاد راه صالحة، الا زدت هاد النقطة مع هاد النقطة ديما تبقى تلقى صفر، يعني لوندمون ما بقاتليش، ما عنديش حاجة كحلها. اوكي ما أبغى مشكلة بس مش أوكي بس هادشي أوكي بيان سور لوزتي هادو كتعطيك يعني هادي اوربيتال اتوميك يعني ديال واحد الاتوم، ها هو النوايو كاين هنايا يعني الالكترون راه كاين يا اما هنا يا اما هنا يا سيفون لا فاز ديالو هنا اللي كتبدل يعني الموجه ديال الاخر هي اللي كتبدل. الا كان فاز القند كتكون عنده لا فاز ديالو بوزيتيف، الا كان فاز القند كتكون عنده لا فاز ديالو نيجاتيف. زدتي عليها واحد الاوربيتال اتوميك ديال واحد الاتوم واحد اخرى حتى هي النوايو ديالها هو هذا اللي هنا في الوسط، شنو كيعطيني؟ كيعطيني شي حاجه بحال هكا هنايا، والنوايو كيكون هنايا والنوايو ديال الرقم الثاني كيكون هنا. دونك الا سولتك شنو هي البروبليم نديرو المثال الثاني باش تفهم. دونك درنا بلوس هنا نزيدو عليها الموا والبلوس هنا، يعني هنا الا حتى انا بدلت السين هنا في هاد الحالة كتعطيني شي حاجة بحال هكا، يعني الاوربيتال فاش كيتجمعو بجوج كتعطيني انا نقصت مستوى. تعطيني شي حاجة بحال هكا، هنا الموا هنا البلوس هنا الموا هنايا هنا البلوس، و لو دو نوايو كيكونو هما هادو لي في الوسط هادو لي تهضرت عليهم. دونك نشوفو هنايا، هنايا شنو كتلاحظ؟ بأن بسي سولتك فين عندي بسي اللي مهمة، فين عندي هاد بسي هادي هي كتكون كبيرة، كتكون كبيرة هنايا في هاد القنت هادي. شنو معنى بسي كبيرة؟ يعني البروبابيليتي باش تلقى الإلكترون في هاد القنت هذا غادي تكون كبيرة، متفقين؟ يعني الإلكترون أو الإلكترونات ديالي غادي تبقى في هاد لا ريجيون ما بين جوج ديال النوايو، على أنهم يجيو مثلا لهاد القنت هذا ولا يجيو لهاد القنت هذا. أوكي متفقين؟ يعني البروبابيليتي ديال الإلكترون في هاد القنت هذا كبيرة باش يدير ليا ليزون باش يكون هنايا، وإلا كان ما بين جوج ديال النوايو على أن راه دير ليا ليزون. دونك علينا هادي سميناها هادي سيتي ليزون اللي هي مالها ليون، وغادي نسميها سيجما. مزيان سيجما سيجما بي. هادي عاوتاني سولتك هنا، هنا البسي كما كتلاحظ في هاد القنت هذا يعني في هاد البلون هذا راه كتساوي زيرو، ما كايناش بسي في هاد القنت هذا. هذا كنا قلنا البلاصه اللي كتكون كتساوي زيرو كنسمي ان بلون نودال او لا واحد من، يعني هي البلاصه فين بسي كتكون كتساوي زيرو. الا كانت بسي كتساوي زيرو يعني البروبابيليتي باش يلقى الالكترون في هاد القنت هذا تكون كتساوي زيرو، يعني الالكترون فين كيفضل يكون؟ كيفضل يكون يا اما هنايا يا اما في هاد القنت هذا. الا كان هنايا وهنايا دونك ما غاديش تكون لا ليزون، الا جا الالكترون تبلاصا لك واحد هنا واحد هنا الليزون ما غاديش تكون. فوقاش كتكون ليزون؟ هي الا كانوا لي دوز الكترون كاينين في هاد القنت في الوسط ما بين لي دو نوايو. الوغ في هاد الحاله هادي الالكترون كيفضل يبقى بعيد على لي ليزون، دونك كنقول بانها الالكترون اونتي ليون. هاد ليزون اونتي ليون يعني كتساهم باش تحطم ليا النواه ديالي باش ما تكونليش لا ليزون. اوكي كنسميها سيغما ايطوال بي. اوكي متفقين؟ دونك هادشي غير في السيغمايات يمكن لي ندوز البي لا ليزون اللي هضرنا مور على هادي، هضرنا على ليزون بي. لا ليزون بي دونك قلنا هو لو ريكوفرومون واش نسميناهوش لاتيرال، قلنا ريكوفرومون اللي هو latéral de deux orbitales de une orbitale atomique. OK يعني كي تجمعوا واش معناتها؟ يعني واحد الاتوم عندي مثلا هنايا هو لاكس نسميه زيد اطلق او نقدر نسميه زيد
هذا هو النوايو. هنا قلنا البلوس وهنا الموا مثلا، اي تلقى مع واحد لاتون واحد اخرى. دونك هنا كيتلاقى مع واحد لاتون واحد اخرى، دونك عندي جوج ديال الاحتمالات بيان سور، يا اما يكون البلوس مع البلوس وهنا مع الموا. هنا النوايو ديالي. اوكي دونك فاش يتجمعوا، فاش يتلاقى هاد لاطون ا مع هاد لاطون بي، لي زيلكترون ديالها شنو غادي يعطيوني؟ غادي يعطيوني شي حاجه دايره بحال هاكا، شي حاجه دايره. دونك هادو هما لي نوايو. يكون هنا عندي معرفتش كندير بس شي حاجه هنا بحال هاكا، هنا بلوس وهنا الموا. دونك هنا بلوس وهنا الموا، يعني ليليكترون بويسك هذا سي ان ريكوفورمون لاتيرال، يعني سويفون هاد القنت هذا يعني لاتيرال، يعني جاي متوازيين. دونك يتلاقى بيناتهم. دونك هنا عاوتاني تسولنا البروبابيليتي باش نلقى ليكترون ما بين جوج. دونك الا شنو البروبابيليتي باش نلقى ليكترون مثلا هنايا؟ بيان سور غتقول لي كتساوي زيرو. علاش؟ حيت بسي ما كايناش، يعني بسي كتساوي زيرو في هاد القنت هذا. نفس القضية هنايا، دونك ليكترون فين كيفضل يكون؟ كيفضل يكون غير هنايا، يعني في البلاصة فين غادي هي لي ليزون. اوكي دونك هادي سيتو ليزون اللي هي بي مالها ليون، اولا كتكتب تو سامبلومون بي بويسك هنا كنهضر على لاكس زيد، دونك كنسمي بي زيد. اوكي بيان سور كاين نقدر نحدد إذا درتي هنا البلوس وهنا الموا، هنا البلوس وهنا الموا، هنايا غادي يعطيني واحد الحاجة دايرة بحال هكا. يعني فاش يتجمعوا هاد لي دوز اتون، هاد لي زوربيتال كيوقع لهم بحال هكا. النوايو غادي يكون هنايا وهنايا. دونك هاد سولتك عاوتاني شنو البروبابيليتي باش يكون الكترون في هاد لا ريجيون هادي، هاد لا ريجيون اللي كتهمني انا، هاد لا ريجيون كاملة. غادي تقول لي تقريبا كتساوي زيرو، حيت يمكن يكون هادي دونك يقدر يكون هنايا، هنايا نقولوا حنا تقريبا كتساوي زيرو، مكتساوي زيرو. وهادو قلنا شنو كنسميها دو بلون. هنا فاش كتلاحظ عندي جوج ديال لي بلون مالهم نودال، يعني البروبابيليتي باش يكون فيها ليكترون كتساوي زيرو. دونك هادي كنسميها اونتي ليون. علاش؟ حيت كتسهل ليا، حيت لا ليزون مكديرش، يعني مكتحاولش الكترون. الا جاك مثلا الكترون هنا والكترون الثاني جا لك هنا، مغاديش توقع لا ليزون. فاش كتوقع لا ليزون هي قلنا الا كان في هاد القنت هذا بحال هادي. دونك هادي نسميها اونتي ليون، غادي نرمز لها بي ايكوال، بيس كنهضر على لاكس زيد هنايا نسميها بي ايكوال. بيان سور يمكن لكم ديروا الاكس و الكريك نفس الريزون. اوكي دونك هادشي اللي هضرنا عليه، هضرنا على لانديس دو ليزون اي، قلنا هو ان دون ان ناقص ان ايطوال. ان هو لو نومبر ديال لي زيلكترون فلو، ان نومبر ديال الكترون في لوربيتال موليكولير ليونت، و ان ايطوال نومبر ليكترون اونتي ليون، هذا في لا ليزون اونتي ليون. اوكي دونك هاد لانديس هذا هو اللي كيعطيني كيما شفنا في الكور، كيعطيني يونيتي على واش لاطوم اللي اكزيست، واش كاين لاطوم ولا ما كايناش. هذا دونك هذا راه مهم، هاد اي هذا. بيان سور هضرنا على دو تيب لا ليزون بين دو تيب داتوم، هضرنا على الديغرام انرجيتيك. هادشي غادي نحاول نشوفو في دي زيكزامبل. دونك اول اكزيرسيس اللي غادي نحاولو نهضرو عليه هو الاكزيرسيس ديال ديجا وقيلا خدمناه، نشوفو بعد واحد 80 دونك الحمد لله. يلا نبداو بهذا الاكزيرسيس هذا اللي هو غادي يكون ان اكزيرسيس دو كور. دونك ملي تسنى باش ترجع للكور قلنا شنو هما لي غايغ، مثلا اللي قال لي في لا كيسيون. دونك هادي اون كيسيون يب انديكي بريفمون، انديكي بريفمون لي غايغ دو رامبليساج. غايغ دو رامبليساج دي زوربيتال atomique.
دونك قلنا لي رينك دو رومبليساج ديال لي زوربيتال اتوميك بحالهم بحال لي زوربيتال هادي راه نورمالمون موليكولير موليكولير هادي قلنا بحالهم بحال لي زوربيتال اتوميك يعني كيخدعوا ثلاثه ديال لي رايكل برينسيپ لا بروميير رايكل هي البرينسيپ ديال اكسكلوجن دو باولي ديال باولي اللي كيقول ليا بانه ما يمكنليش نحط دوز الكترون في نفس لاكاز كوانتيك يعني يمكنش دوز الكترون يكون عندهم نفس الان والال والام والام اس اوكي دونك ام ال والام اس يعني لابد ان الكترون في نفس الاتوم دوز الكترون في نفس الاتوم ما يمكنش يكون عندهم نفس هاد الاخر الا كان عندهم نفس هاد يعني عندهم نفس لا فونكسيون دونك وكنعرفوا ما يمكنش لا فونكسيون دون شي حاجه ديال كل الكترون عنده لا فونكسيون دون ديالو يعني في الاتوم وحده الا غيتي اتوم وحده يا مثلا بزاف ديال الالكترون شاك الكترون كاركتيريزي بواحد بسي ديالو ما يمكنش يكون جوج ديال لي الكترون عندهم نفس بسي اوكي دونك هذه هو البرينسيپ ديال ليكسكلوجن دو باولي وقلنا هذه كتعني بان اون كاز كوانتيك ممكنلاش تهز جوج ديال الالكترون شنو معنى تبع كاز كوانتيك يعني نفس الان نفس الال نفس الام ال هذه هي كاز كوانتيك هكا عرفنا لا كاز كوانتيك في اتوميسي الام اس هو السبين دونك الا خديتي نفس لا كاز كوانتيك يعني خديتي نفس الان ونفس الال ونفس الام ال ما يمكنش تاخذ نفس الام اس خص ضروري حيت الا حطيتيهم جوجهم نفس الام اس يعني عندهم سبين ان دومي هذه كتعارض مع البرانسيب ديال الفيوجن بول عليها كنا كنفرضوا على الالكترون اللي غادي يجي يعمر لا كاز كوانتيك الثاني خصو يكون على النوع الاقل الام اس ديالو يكون مبدل اوكي دونك حتى هذه مازال صالحه كاين لا ريغل دو اونت هي بيان سور فاش كنبغي نعمر لي زيلكترون كنا كنديرو نعمرو دونك دابا غادي نهضروا على لي زوربيتال موليكولير ما غاديش نهضروا على الاس بي دونك كتعقلوا فاش كنا كنحطوا الاس مثلا هذه هي الاس وهذو هما البي دونك هذه هي دو بي مثلا هذه هي دو جيست فاش كنبغي نعمر مثلا دو بي شنو كندير كنبدا هكا كندوز لهنا كنعمر هذا الا كان عندي الكترون رابع عاد كنجي لهنا كنعمر هذا دونك حتى هاد لا ريغل تبقى لي صالحه في زوربيتال مونيكولا غادي نشوفوها حتى هي هو البرينسيپ دو ستابيليتي بيان سور ستابيليتي بيان سور الالكترون ما مشي ماشي فاش كيبغي يتبلاصا في واحد لو نيفو مثلا لقى واحد لو نيفو خاوي شنو معنات واحد النيفو هني واحد البلاصه واحد البلاصه كنعرفوا بان البلايص في لاطوم كاركتيريزين بواحد الانرجي الا لقى واحد جوج ديال لي زينيرجي او 1 و او 2 خاويين يعني ما فيهم والو جي الكترون الكترون غادي يجي كل هنا غادي يحاول يفطل يجي لك البلاصه اللي عندها الانرجي مينيمال هذه هي ستابل كنقولها بان هي البلي ستابل دونك حتى في نفس القضيه بالنسبه لي موليكول فاش نبغي نعمر لي زيلكترون على فاش كنا كنبغي نعمر لي زيلكترون كنبداو من ان اس كندوزو ل 2 اس عاد كندوزو ل 2 بي اكسيتيرا يعني كنبداو من علاش هاد الانرجي ديال ان اس صغر من الانرجي ديال 2 اس صغر من الانرجي ديال او 2 بي اكسيتيرا اكسيتيرا اوكي دونك هادو هما ليكزيرسيس الاول غادي نشوفو ليكزيرسيس الثاني هي ايتودي مثلا لو ديغرام انرجيتيك ديال ال اي 2 اوكي دونك ال اي 2 يعني نفس هضرنا حنا في الكور على ا 2 يعني نفس لا ريجون مو كيبقى صالح كنعرفوا بان ال اي اللي كاركتيريزي بزيت ديال 3 دونك اول ايتاب كنحط لا كونفيغوراسيون الكترونيك القاه هي هذه شنو هي لا كوش دو فالونس هذه لا كوش دو فالونس يعني هذه اللي تهمني بغيت نحط ديغرام انرجيتيك قلنا كنجي لهنا كنحط دوز اس كنجي لهنا كنحط دوز اس قلنا دوز اوربيتال اس مع واحد الاوربيتال اس شنو كيعطيوني سواء غادي تكون البلس والبلس سواء غادي تكون البلس مع الموان بلس مثلا زائد واحد الموان اوكي دونك في هذه الحاله قلنا هذه كتعطيني اللي هي ليزون اللي هي ليونت سيغما اس وهذه كتعطيني ليزون اللي هي اونتي ليونت سيغما سيغما اس سيغما ايطوال اس يعني هاد جوج ديال لي زوربيتال فاش يتلاقاو غادي يعطيوني واحد سيغما اس هنايا يعطيني واحد سيغما اونتي ليون هنا دونك هنا ديغرام ساهل علاش حيت ما عنديش البي وكنحسب شحال عندي الالكترون هنا عندي جوج ديال الالكترون كنحطهم هنايا وقلنا كنتبع لي ريغل ديال ستابيليتي يعني الالكترونات كيجيو لهادي علاش حيت هاد او ديال سيغما اس صغر من او
ديال السيجما ايطوال اس، دونك لي زيليكترون غادي يجيو لهنا. شاك اي بلاصه ما يمكنش تهز اكثر من جوج ديال الالكترون، يعني كتهز جوج ديال الالكترون، وهذوك جوج ديال الالكترون خصهم يكون عندهم سبين اوبوز، يعني لا ريغل ديال ليكسكلوجيون باولي ولا ريغل اون طبقتهم هنا، والبرانسيب ديال ستابيليتي. اوكي دونك هادي هي الاتوم اسهل اتوم كاينة، بيان سور ما غاديش تلقاها في ليكزام، غادي يكون يعني. نشوفو الاتوم الثانية اللي هي الكربون سي دو، ندوز عاوتاني بخوميييغ ايتاب، الزيت ديالو كنعرفو هي 6، دونك تحاول تحط لا كونفيكوراسيون الكترونيك دو بي، شحال تبقى لي؟ تبقى لي دو بي دو. اوكي دونك هنا عندي دو اس و دو بي، دونك نحاول نحطهم. دو اس دو بي قلنا كتكون شي حاجة بحال هكا، تلاتة ديال لي نيفو، لي زيليكترون كنحاول نحطهم هنايا، كنطبق الغادي ديال الأوند هنايا. هذا الكربون الاول، الكربون الثاني تاعو كنديرو نفس القضية، هنا خصهم يكونو في نفس النيفو، علاش؟ حيت نفس الاتوم، دونك هنا الكربون وهنا الكربون، يعني مكاينش فرق ما بين لي زيتوم، وهنا غادي يكونو جوج، هنا دو بي. دونك هنايا قلنا دو زيس تتلاقى مع دو زيس، غتعطيني ليون، ان تي ليون في الفوق و ليون في تحتا. و دو بي فاش يتلاقى مع دو بي، هنا عندي بزاف ديال الحالات بلا شك. نبداو بالحالة الأولى اللي هي تعطيني واحد سيجما بي إكس، دونك بي إكس تساوي بي إكس مع بي إكس، دونك هادي هي بي إكس بي إكغيك. هنايا كتعطيني واحد سيجما بي ليون، الفوق غتعطيني واحد سيجما زد، دونك غنسميها سيجما زد حيت لي زوربيتال زد، غنشرح لكم هنا على زر الزد. هنا بيان سور غيكون عندي بي إطوال إيكغيك و بي إطوال إكس. أوكي منحسبش عندي الإلكترون في التوتال، عندي 4 في 2 80 ديال الإلكترون، كنبدا نعمر هاد 1 2 3 4 5 6 7 8، دونك هادي هي لا كونستركتور إلكترونيك. دونك كندير سيجما إس كاري، سيجما إطوال كاري، بي إكس هي جوج ديال الإلكترونات، إي كغيك هي جوج ديال الإلكترون. دونك هادي هي لا كونفيكوراسيون ديال لا موليكول ديال السيل. اوكي دونك هنايا كيما قلت لكم تخيل معايا الموليكول ديال الكربون، قلنا عندها سيفون هاد لاكس هذا، سيفون هاد لاكس هذا عندها واحد لوربيتال بي اكس مثلا، اللي هي بي اكس، سيفون هاد لاكس هذا اللي هو زد عندها بي زد، سيفون هاد لاكس هذا اللي هو بي كاك عندها بي إيكغيك، بي زد بي إيكغيك. اوكي دونك فاش تلقى مع واحد الاتوم ديال الكربون حتى هي بحالها بحال اختها، انت غادي تقول لي شنو هي ليزون اللي عندك. دونك شنو كتلاحظ هنا؟ البي إيكغيك كيتلاقى مع البي إيكغيك سيفون سيفون لاكس. دونك حنا غادي نفترضو، دونك نحطو هنايا دونك كيبان لكم هنا بان البي اكس الى جات البي اكس مع البي اكس هادي راه كيتلاقاو في فون لاتيرالية لاتيرال هادي، يعني شنو هو التيب ديال ليزون؟ هو بي. هادو اللي هنايا هنا نورمالمون حنا كنسميو هادي لين بي زد، هي اللي كتلاقى سويفون سويفون لاتيرال سويفون كي. دونك معرفش لي زاكس هنا اللي كناخدو، حيت هادي غادي تلاقى هاد البي ايكغيك ولا سميت هادي بي زد، تلاقى مع هادي في فلاكس، هنا تعطيني ليزون سيغما وجوج ديال البي، هادي مع هادي بي، وهادي اللي تبقى لك هنا مع الفوق سويفون لاتيرال تاع هي غادي تكون بي. دونك عندك جوج ديال ليزون بي بلس اون ليزون سيغما. دونك حنا ديك ليزون سيغما ديما هي كتكون زد، هي اللي كنسميها سيغما زد، يعني هاد اللي غادي مع لاكس، دونك هذا علاه سميت هذا هو لاكس زد. باش كنخلي ناطاسيون ولا خنا تكون هي بي اكس، هاد جوج ديال لي بي كاينه الاكس و الايكغيك. اوكي دونك عليها حطيت بي اكس بي ايكغيك وما حطيتش بي زد. نشوفو لو دياغرام انرجيتيك
l'atome de fluor, donc on a pris un fluor Z est égal à l'eau de Z. Première étape, écrire la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p5. Deuxième étape, on a le diagramme de l'eau de fluor, donc on a le 2s et j'ai l'électron. Ou 2p, on a pas le fluor. Et je prends l'électron, comme ça, j'ai l'électron, on a pas l'arrêt. Il y aura 5. هنا خو الفليور الثاني تا هو خو العمو نحطو هنايا بيان سور هاد الجوج ديال اس اتلقا ويعطيوني نفس القضية نفس الأغنية نحط العمو في الماء دونك واحد جوج ثلاثة أربعة والآخرين بيان سور غادي يتلقاو لي هنايا هنايا تكون عندي سيغما زد Px, Py, donc on a Px, Py, on a le fonto, Px, Py, on a P étoile X, P étoile Y, on faut qu'on dise sigma, sigma Z étoile. On a Px étoile, Py étoile, ok. Quand c'est un électron, donc le nombre de l'électron, on voit 5, 7, 8, on voit 7, 8, les voir attache. Donc on a fait un peu de la donc on a fait la configuration de l'air avec cette table. Elle est chiquée. Donc sigma s au carré, sigma étoile x au carré, px au carré, py au carré, p étoile x au carré. Et P étoile Y au carré. Donc, elle dit, il y a la configuration moléculaire de l'atome de cellule. Ok? Donc, elle dit, il y a une partie. Je vais vous faire un petit exercice pour d'accord. تبقي كامل تقريبا بحال هكا نشوفوا دابا واحد الاكزرسيس اللي كندير نحسب لو مومون دي بولير اللي هو نشوفوا دابا الاكزرسيس قال لي لا مولكول ديال لاسيد ديال الكلوريدريك بريزونت ا مومون نشوفوا دابا كي كنديروا نحسبوا لي مومون دي بولير دونك نشوف واحد الاكزرسيس مثلا غادي فين نطبقوا العلاقه ديال مومون دي بولير دونك نعتبروا بان لا مولكول ديال لاسيد كلوريدريك يعني ال سي ال عندها واحد مومون دي بولير اللي غادي العلاقة ديالو هي 1.08 دي قال لك سي لا لونغور ديال لا ليزون الا كانت لا لونغور ديال لا ليزون ما بين اس سي ال ات ايغال ا 1.25 انشتون حسب ليا لا فالور ديال لا شارج دونك اللعيبة هنايا نحسب لا شارج دلتا دونك هذا هو السؤال ونحدد حتى لو كاركتير يونيك او لا ليونيسيتي اللي كنا رمزنا له سواء كديروا له غير بورسونتاج سواء كديروا له اي بورسونتاج اوكي دونك كنعرفوا بان السي ال اي لي بيز الكترونيكاتيف اش دونك كي درت عرفت بان السي ال هو بلوز الكترونيكاتيف كو اش كنعرفوا بان الا حطيتي السي ال في الماء شنو كيعطيك ايون اش بلوس و سي ال موان دونك سي ال موان يعني الالكترون خداه السي ال اوكي عليه عنده هنا واحد السي ال موان يعني زايد فيه واحد الالكترون اوكي okay, دونك سي ال هو لو بليز الكترونيكاتيف يعني اذا بغيت نرسم لا ليزون سي ال غادي يكون شويه كبير على اش وهذاك الالكترون جوج ديال لي زيلكترون دونك نمشي هاد الشيء اوكي وهذوك جوج ديال لي زيلكترون لي شيطين شكون اللي غادي ياخذهم غادي يحاول لي ياخذهم سي ال يعني غادي يجيو قدام سي ال شنو هو اللي كيحدد ليا الكاركتير يونيك دونك كنعرفوا بان الا كحز هاد الالكترون يعني ما بقاش كينتمي 100% للاش ولا كينتمي للسي ال هو الا كانت هاد دلتا كيساوي واحد يعني تكون عندي سي ال مو هاش بلس الور حنا كنعرفوا بان الالكترون راه مازال شاد في اش يعني مازال كينتمي شويه واحد البورسنتاج لاش اوكي يعني عليها هنا عندي واحد لاشارج اللي هي ما كتساويش واحد يعني ما عنديش بلس وهنا الموان اوكي دونك نحاولوا نطبقوا
العلاقات وكنعرفوا بان اول حاجه خصني نحول لومومون دي بولير الوحدات العالميه. كنعرفوا بان الاطباء يمكن لك تحولوا كدير العلاقه 0.8 1 على 3 10 اس ناقص 22 كولومب في المتر. وكنعرفوا العلاقه الثانيه هي بان مي شنو هي, هي لا رونكور ديال ليزون في الدلتا. دونك من هنا يمكن لك تستنتج بان الدلتا هو مي على ال. بيان سور ال خصك تحولها للمتر حيت انا خدمتي بالمتر. اوكي غادي تلقى كتساوي صفر اون فونكسيون ديال او تلقى صفر سالا 17 او 17 ديال او. كنعرفو او هي 1.16 او 19 نغيب نكتبها اون فونكسيون او. يعني هاد دلتا راه هي شارج, يعني واحد لا شويه ديال لا شارج يعني كتساوي جزء من هذاك لا شارج كو. يعني ماشي الالكترون كامل هارب من الاش, مي مازال كينتمي له غير بواحد الجزء. دونك هادي راه غير افيكتيف, هادي راه ماشي زعما حقيقيه. حيت كنعرفو بان ما كاينش ربع, حيت لا شارج من كتجيني لا شارج كتجيني من الالكترون. الالكترون سوا كتكتسبو سوا كتخسرو. دونك كنقولوش راني كتسبت نص الالكترون ولا ربع الالكترون ولا 0.1 الالكترون, سوا كتاخدو كامل. ولكن فاش كيكون في الليزون لي فيزيان ولا لي شيميست شافو على هاد بحال هاد النظره هادي غير باش يسهلو لي زيكواشن, قالو ان بويسك هذا كيجر الالكترون شويه لعندو كيجرو لعندو حيت الالكترونيكاتيفيتي ديال سي ال كبار من اش. مي بيان سور اش راه ماشي ريبر, راه مازال كينتمي لليز, يعني مازال كيساهم شويه في هاد الالكترون هذا, راه مازال كينتمي له شي شويه. دونك هذيك شويه هما ردوها لاو, قالوا بان بحال الا عندنا, دونك غير بحال الا عندنا واحد لا شارج بلي دلتا واحد لا شارج موان دلتا في سي ال. اوكي هادي سي لا شارج ايتي كومبليت. دونك كنعرفو بان لا شارج اللي كانت الا كان الالكترون مشى كامل للسي ال او اش ما بقى له والو, تكون دلتا هي او بيان سور, تكون دلتا هي او تمشي ممكن تساوي لا شارج. اوكي لو بورسونتاج ايونيك التعريف ديالو هو هاد العباد اللي حسبناه هنايا, دلتا مقسوم على الاو يعني او ضربه في المية بيان سور بورسونتاج. تلقى بان 17% يعني هاد الالكترون الكاركتر ايونيك كيساوي 17%. انا بحال جديتي غير قارنت يعني لا شارج, قارنت هذيك لا شارج بارسيال مع لا شارج توتال, يعني بحال الا فقد الالكترون مقسوم ديك شويه الجزء من لا شارج مقسوم على بحال الا فقد الالكترون, دونك كيعطيني هذا الكاركتر ايونيك. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد الاخر. نشوفو عاوتاني اكزرسيس واحد اخر. نشوفو دابا اكزرسيس على الالكترونيكاتيفيتي. دونك كنحاول دونك اكزرسيس الالكتروني ديسوسياسيون ديال الاش بي ار. دونك لا كيسيون كيقولي بان خصني نحسب لينيرجي deux dissociations ديال HBR. عطاني في المعطيات بان الالكترونيكاتيفيتي, دونك عطاني هنا بان الالكترونيكاتيفيتي ديال باولين ديال بي ار هي 2.8. كنعرف لينيرجي ديسوسياسيون ديال الهيدروجين, دونك H2 هي 432 كيلو جول بار مول. وكنعرف ديال بي ار 2 اللي هي 190 كيلو جول بار مول. دونك هادشي اللي عطاني في المعطيات, خصني نحاول نخرج منهم لينيرجي ديسوسياسيون ديال HBR. دونك انا اللي باغي ندير HBR ماشي ديال بي ار 2 ولا ديال H2, باغي او ديال HBR. اوكي دونك كنعرفو بان سولون باولين بان اكس ديال بي ار مقسم لنا اكس ا شحال كتساوي, كتساوي 0.1 102 راسين ديال دلتا. والدلتا بيان سور الي اكسبريمي اون كيلو جول بار مول. اوكي دونك حتى واحد خصكم تحدو معايا, الا طبقت هاد العلاقه هكا 0.102 دلتا خدمتها بكيلو جول بار مول, خصني نحط انا الكونستانت ديالي 0.102. خدمت شي علاقه واحده اخرى لا كونستانت غادي تبدل بيان سور. دونك كنعرفو بان باغ هيبوتيز, دونك هادي غير لا ريفيرونس ديالي في هاد لو موديل
او لا فهاد ليشيل ديال باولين هي الهيدروجين. كنعرف بان اكس ديال اش شحال كيساوي؟ كيساوي 2.1 او لا 2.2، حنا درنا في الكور 2.2 ولا 2.1 اللي بغيتي. دونك هادي هي ليبوتيز. دونك شنو يمكن لي نستنتج من هنا؟ دونك انا كنقلب على الدلتا، دونك الدلتا يمكن لك تخرجها. دونك الدلتا يمكن لك تكتبها، غتلقاها هي 47.09 كيلو جول باغ مون انطلاقا من العلاقة اللي فاتت. وكنعرفو بأن الدلتا، شنو هي الدلتا في الكور؟ قلنا هي او ديال اش بي ار ناقص ان دومي ديال او ديال اش دو زائد او ديال بي ار دو. وانا شنو كنقلب؟ هذا هو لا كيسيون ديالي، هي او ديال اش بي ار، دونك كتكون هي دلتا زائد ان دومي لينيرجي ديسوسياسيون ديال الهيدروجين زائد لينيرجي داسوسياسيون ديال بي ار دو. هو غادي نخرج باغ ان كالكول نيميريك، كتلقاها بانها كتساوي 358 كيلو جول باغ مول. دونك هذه هي او ديال اش بي ار. اوكي، دونك نزيد واحد ليكزيرسيس واحد اخر في هذا باش نطرقوا مع المومون دي بولار و الالكترونيجاتيفيتي ولا الانرجي ديسوسياسيون. دونك كما كتلاحظوا هنا ما عنديش العلاقه، تاع درت يلاه ثلاث العلاقات لحد الان. دونك بحال هاد الكيسيون ما خصهمش يتزكلو. قال لك اون دون اون موليكول ا بي، دونك اون دون نعطيو واحد الموليكول ا بي افيك اون لونغور دو ليزون، لا لونغور دو ليزون ا بي هي 2 امسترونغ. اوكي، دونك ان برانسيبل موتايز. اول حاجه قال لك دوني لا فالور دي مومون دي بولار. دونك لا بروميير كيسيون نحسب لو مومون دي بولار اللي هو نو. لا دوزيام كيسيون بعدا نحسب لو مومون دي بولار في جوج ديال الحالات. دونك نحسب لو مومون دي بولار في جوج ديال الحالات. الحاله الاولى ا بي، لا ليجون ا بي اي بارفيتمون بارفيتمون كوفالونت. والحاله الثانيه هي الا اعتبرت بان ا بي اي بارفيتمون يونيك. اوكي، دونك انا الحساب شويه سهل. دونك الا كانت لا بارتيكول اي لي بارفيتمون كوفالونت، دونك دونك الحاله الاولى اكزامبل كوفالونت، دونك اكزامبل ديال ديال ليزون كوفالونت هي الا خديتي اتوم وحطيتيها نساء عطيتيها نساء سي ال 2 اف 2، يعني كيكون عندك عندها تشكل كتكتب على شكل ا ا 2، يعني نفس الاتوم معاوده. فهاد الحالة كتكون عندهم نفس الالكترونيكاتيفيتي، مثلا حنا خديتي اش مع اخر، هادو راه بجوجهم عندهم نفس الالكترونيكاتيفيتي. اوكي، دونك مكاينش فرق ديال الالكترونيكاتيفيتي. دونك قلنا في الحالة ديال لا ليزون كوفالونت لي زيلكترون كيكونو في الوسط، يعني الدلتا شحال كيكون كيساوي؟ كيكون كيساوي زيرو. هادي مكتشارجاش وهادي مكتشارجاش، لي زيلكترون كيتبلاصاو ليا في الوسط يعني ديالهم بجوج. اوكي، دونك قلنا في ليزون كوفالونت بيان سور ما عنديش لي ماشي بحال الحاله ديال ا كيما درنا في الكور. قلنا ا بي، قلنا الا كانت ا بي اكس ا لي ديفيرونت اكس بي افيك اكس ا اللي مثلا سوبيريور اكس بي، يعني في الحاله ديال ا اللي بلوز الكترونيكاتيف كو بي، شنو كيوقع؟ لي شارج كيتقربوا ل ا، يعني ا شنو كتولي؟ كتاخد اون شارج نيجاتيف ماشي ناقص واحد، مي واحد شويه ديال لا شارج نيجاتيف، و بي كتولي واحد بلوز ديال ده. ونو قلنا هو دي دلتا، يعني لا لونغور ديال لي ليزون وكضربها في ديك دلتا. الا ما كانت عندك دلتا دونك ما عندكش لو مومون دي بولار. الحاله الثانيه هي قال لك الا كانت بارفيتمون ايونيك. شنو معنى بارفيتمون ايونيك؟ يعني تقريبا بحال اس سي ال، ناخذ مثال ديال اس سي ال. بارفيتمون ايونيك يعني الالكترون ديال سي ال اش بحال الا قلتي غير ملصق على سي ال، يعني ما كاينش شي ليزون اللي هي زعما قاصحه بزاف. في هذه الحاله السي ال غادي يولي لا شارج ديالو نيجاتيف و غادي يولي الشارج ديالو بوزيتيف، يعني في هذه الحاله غادي تكون الدلتا كتساوي هي او هي 1.16 ناقص 19 كون. اوكي، و نو قلنا هي دلتا فوا فوا دي، دونك هذيك الساعه حسابات و يمكن لك تحولها بيان سيغ. هنا تعطيك بشي حاجه بالسي المتر، دونك يمكن لك تحولها للدي باي، غتلقاها كتساوي 9.6 دي باي. دونك انا كتلاحظ بان لي شيفر سون بلو سينيفيكاتيف الا كتبتيها بالكولون في المتر، دونك عليها كنخدمو هاد الوحده ديال الطباعه. اوكي، هاد ليكزيرسيس هذا غادي يكون
على l'hybridation. Donc غادي نحاول ندير غير واحد البوتي رابيل على l'hybridation. peut-être ما شرحتوش مزيان في الكور. دونك ندير غير واحد البوتي رابيل على l'hybridation. اوكي. دونك كيما شفنا في الكور هضرنا على la liaison كتجيني من لو ريكوفرمون ديال لي زوربيتال اتوميك. دونك la liaison مين كتجيني؟ كتجيني من لو ريكوفرمون دي زوربيتال اتوميك. اتوميك يعني الاس مثلا كتلاقى مع البي. البي كنا عندي ثلاثة ديال لي بي. دونك هادي مثلا اس، هادي بي زد، هادي بي كريك، هادي بي اكس. اوكي. دونك لو كوفومون او لا كومبينيزون ما بين هاد دو زوربيتال هو اللي كيعطيني اون ليزون. قلنا كاينين دو تيب ديال ليزون، كاينين ليزون سيغما ليزون بي. ليزون سيغما هي فاش يكون لوربيت لو ريكوفرمون او هذاك التداخل ما بين لي زوربيتال كيكون سويفون واحد لاكس. مثلا الا خديتي اس تاخدها مع البي ايكغيك، او لا تقدر تجيها مثلا من هنا من الفوق، او لا تجي من بي زد من الفوق. اوكي. دونك هذيك الساعه كيكون سويفون واحد لاكس. مثلا ناخذ واحد ليكزومبل هنايا، هادي زائد مثلا هادي. كتلاحظوا بان هاد لوربيتال ان اس جايه مع نفس لاكس مع هاد لوربيتال مثلا بي زد ولا بي اكس ولا بي ايكغيك. اوكي. دونك هذا لو تيب دو ليزون سميناه واحد ليزون سيغما. دوزيام تيب ديال ليزون قلنا هو البي. البي هي فاش كتكون دو زوربيتال كيتلاقاو سويفون باراليلمون واحد لاكس. هاد لو ريكوفرمون سميناه لاتيرال. دونك هادي كتعطيني ليزون اللي هي بي. اوكي. بينا بان هاد تيوري كتناقض ليا مع التيوري ديال بي اس او بي ار. دونك لا تيوري ديال بي اس او بي ار انا نقول لكم فين كاين التناقض. نحاول نرجع للتيوري ديال بي اس او بي ار. قلنا كي كندير نحدد لا جيومتري مثلا ديال واحد لا موليكول انطلاقا من هذيك العلاقه اللي كنا هضرنا عليها، اللي هي كدير مثلا تكتبها على شكل ا اكس ان ام انطلاقا من البي اللي كيساوي ان زائد ام، يمكن لك تحدد لا جيومتري ديالك. دونك هاد الناس اللي الاخر يرجعوا لك يمكن لك تحدد لا جيومتري ديالك. اوكي. دونك الا كانت بي تيغال مثلا خديتي ناخد واحد لاطوم بي تيغال ا جوج مثلا، جوج تكون عندي سوا ا اكس او، سوا نبداو بالحاله الاولى هي ا اكس 2 سوا ا اكس ax2. شنو معناتها؟ مثلا عندك واحد لا موليكول ا دايرين بها جوج ديال لي زاتوم. اوكي. دايرين جوج بها ديال لي زاتوم مثلا اسم هادي بي هادي بي. اوكي. دونك كتلاحظوا بان هاد لي جيومتري مالها الي لينيير. الا خديت ax2 ax2 يعني تاخد لا موليكول ا تزيد عليها واحد دوبلي قلنا نوليون، وتزيد عليها لا طومبي. لا طومبي يمكن لك تحطها هنايا مثلا، او لا تحطها هنايا. اوكي. اصلا لا جيومتري ديال الموليكول غير هذا الشيء، كتلاحظ بانها لينيه هنا حتى هنا لينيه. خديتي مثلا بي تيغال 3 قلنا سوا غادي تكون عندي ا اكس 3 سوا ا اكس 2 او سوا ا اكس او 2. اوكي. ا اكس 3 يعني عندك واحد لاطوم سنترال دايرين بها 3 ديال لي زاتوم. خصني نعرف نورمالمون غاتجي بحال هكا، حيت قلنا خص يكونو مبعدين لو ماكسيموم بوسيبل. هادي هي لاطوم بي، هادي هي لاطوم بي، هادي هي لاطوم بي. تحسب بهاد لاخر تلقى هي 109 ميه و 360 نورمالمون مقسومة على 3، يعني مشاركين كاملين نفس الزاوية هنا نفس الزاوية هنا. كانت عندك ا اكس دو او دونك كتكون عندك ا هنايا دوبلي ديزون غادي يكون هنايا وهنايا بي بي. دونك لاطوم لا جيومتري ديال الموليكول كنا غير هي هادشي، هادشي اللي عندي هنايا اللي كيما كتبان لكم هنا راه كودي، او لا كنقولو شي جيومتري اون فيل اللي بغيتي. ولا كانوا عندك جوج ديال لي دوبلي ليبر، دونك الا كان عندك جوج ديال لي دوبلي ليبر انت عندك شي حاجه بحال هكا. مثلا دوبلي ليبر يجي لهنا، دوبلي ليبر الثاني غادي يجي لهنا، تبقى لك لاطوم هنا ولا لاطوم بي. ولا سولتك على الجيومتري ديال الموليكول ماشي لا فيغور دو ريبريسيون. الجيومتري ديال الموليكول كما شرحت لكم في الكور غير هي هاد ا بي هنا، هنا غادي تكون لينيه حيت عندك غير دو موليكول.
اوكي غادي نلاحظوا بان هاد لي دو تيوري يعني لي زوربيتال اتوميك او لو ريكوفرمون دي زوربيتال اتوميك غادي نلقى بان نتناقض مع لا جيومتري. ناخذ اكزومبل باش نفهموا، نتناقض مع لا جيومتري اللي جبت هذه لا تيوري اللي هي في اس او بي ار، يعني الزوايا ما كنلقاهمش هما هذوك، يعني الا اعتمدت غير على لو ريكوفرمون ديال لي زوربيتال ما غاديش نقدر نفسر لا جيومتري. اوكي ناخذ ليكزومبل مثلا، ناخذ كوم اكزومبل لاتوم ديال اش 2 او، دونك كنعرفو بان او لا ستركتور الكترونيك ديالو ديال بحال هكا، اوكي شي ماد ليبيس تكون شي حاجه دايره بحال هكا، وكنعرفو بان اش عندو ان اس ان اللي هي هادي. دونك الا حاولت نرسم لا موليكول اش 2 او، قلنا هاد الاش واحد غادي يجي نورمالمون اش غادي تجي بحال هكا، مي هنايا غادي خصها تعطيني واحد 90 درجة. علاش خصها تعطيني 90 درجة نورمالمون؟ حيت كنعرفو بأن لوربيتال هنا شكون اللي يدخل ليا في لور في لا ليزون هي دو بي إيكغيك و دو بي زد، اوكي غير باش نكون متفقين، دو بي إيكغيك و دو بي زد، يعني إلا حطيت الشيما ديال لي زوربيتال غتكون شي حاجة دايرة بحال هكا. هنا سويفون هاد لاكس هذا غير باش يبان لكم علاش 90، هذا الثانية لاكس الثالث غادي يكون هو هذا، ستكون شي حاجة بحال هكا سويفون هاد لاكس، وما هادشي مخربق شي شوية. اوكي دونك شنو كتلاحظ هنا؟ غير دو زوربيتال اللي هما بي ايكغيك مثلا بي زد و بي اكس هما اللي داخلين، ولا بي اكس بي كاك بي زد نخليوه في الترتيب، دونك بي كاك و بي زد هما اللي داخلين في لا ليزون، يعني هاد الان اس هادي غادي تجي مثلا نفترض بان هذا هو لاكس زد، هذا اكس، هذا اي كاك، لوربيتال ان اس غاتجي لهنا الاولى غاتعطيني لا ليزون الاولى، دونك هادي راه هي لا ليزون الاولى، لوربيتال الثانية غادي تمشي لدو بي كاك مثلا تجي لهنا دو بي كاك، يعني لاتوم الهيدروجين الثاني غادي يجي لهنا والاول غادي يجي لهنا باش تجيني اس زائد بي. اوكي دونك شنو كتلاحظ الى سولتك على شنو هي الزاويه ما بين هاد الجوج ديال الهيدروجين؟ غتلقاها هي 90. علاش؟ هاد لي زوربيتال راهم عموديين، شي عمودي على شي. الوغ حنا فاش كنديرو لا جيومتري سولون في اس او بي ار شنو كنا كنلقاو؟ كنا كنلقاو بان هادي سيت اون موليكول اللي هي دو تيب ا اكس 2. نورمالمون اون موليكول دو تيب نورمالمون شي ا اكس 2 نورمالمون عندها جوج ديال لي ا اكس او 2 اكس 2 بلاتي ا اكس 2 او 2، يعني الا بغيت نرسم ا قلنا كندير هو لاتوم ديال الاكسجين هي لاتوم سنترال، كنرسم لي دو زوربيتال تكون الاولى دايره بحال هكا مثلا، الثانيه دايره بحال هكا، هنا فيها جوج ديال الالكترونات، هنا فيها جوج ديال الالكترونات، وشنو غادي يبقاو لي؟ غادي يبقاو لي الهيدروجين هنا، وهاد لي جيومتري ديال اي اكس 2 او 2 كنا ديمونطرينا بان كنلقى بان عندي هنايا 109.5. اوكي هادي سي اون فورم اللي هي كودي، كودي قلنا ولا على حساب كل استاذ شنو كيسميها. اوكي دونك كتلاحظ بان الا خدمت غير لي زوربيتال اتوميك ما كنلقاش لي ريزولتا اللي جابتها ليا البي اس او تي ار، دونك هنا كما قلت لكم غادي تدخل ليا ليبريداسيون. ليبريداسيون هي غادي تفسر ليا علاش لي زوربيتال اتوميك ما كيعطيونيش البي اس او بي ار، وغادي نحاول نصلح هاد القضيه هادي. نزيدو هنا دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. دونك المشكل كما قلت لكم عندنا هنا لي ريزولتا ديال الا خدمت غير لي زوربيتال اتوميك يعني غير لو ريكوفرمون ديال لي زوربيتال اتوميك كيما هما ما غاديش نطيح في لي ريزولتا ديال لا جيومتري ديال البي اس او بي ار. اوكي الا خدينا نديرو واحد ليكزومبل واحد اخر، ناخدو سي اش 4 باش نزيدو ندير لكم علاش فين كاين المشكل. دونك سي
قلنا فيه واحد جوج هكا. دونك قلنا الكربون، دونك هذا الكربون، الكربون ديما كنحاولوا نخدموا بليطا اكسيتي ديالو، حتى هي راه تري ستابل حتى هي ديالو. دونك كنحاول نجيب هاد الدوبلي هذا، كنجيبو ونبلاصيه هنا باش يعطينا اربعه ليزون د الكربون اللي كنعرف. اوكي، دونك الا بغيت ندير سيما ديال الويش ما تكونش حاجه بحال هكا. عندي اربعه ديال الاش بيان سور، كل واحد عنده ان اس ان ديالو، عنده ان اس ان. نحاول دابا نشوف لي زوربيتال واش تفسر ليا لا جيومتري ديال هاد لا موليكول هادي اللي هي دو تيب ا اكس كا. كنحاول نرسمو على تاني زوربيتال اتوميك، كنتما راح تكون تخيلو حيت ما يمكنليش نرسم هادشي مزيان. ها هي زوربيتال اتوميك الاولى، الاولى الثانية هي هادي، والثالثة هي هادي، وما تنساش واحد الان اس هي هادي. اوكي، دونك بي اكس بي ايغريك بي زد. دونك اول حاجه هنا عندي مشكل، يعني مثلا افترض بان ان اس ان ديال الهيدروجين الاولى تجي لهنا، الاوربيتال الاولى، ان اس 2 تجي لهنا، ان اس ان الثالثه ديال الهيدروجين الثالث تجي لهنا، غيبقى لي واحد الان اس مع هاد مع هاد دوزيس هاد. دونك هادي الدوزيس غيبقى لي واحد الان اس تدخل معاه. دونك هنايا غادي تروني الامور، علاش؟ حيت عاوتاني في ليكسبيريمونتال، في ليكسبيريونس لي ليزون دي، هاد لي ليزون كاملين، هاد لي ليزون كاملين كنلقاهم بانهم اي سون ايكيفالون. شنو معنات اي سون ايكيفالون؟ هادي اللي غادي تقسم ظهر البعير، القشة التي تقسم ظهر البعير. هاد لي ليزون كيما قلت لكم سون ايكيفالون. شنو معنات سون ايكيفالون؟ يعني عندهم لو ميم تيب. شنو معنات عندهم لو ميم تيب؟ يعني خصك تعطيهم نفس الانرجي باش تهرسوهم. يعني هاد هاد لي ليزون مثلا، هاد ان اس مع هاد البي، هادي هنا عندي ليزون اس بي ياك، اس زائد بي، هنا عندي اس زائد بي، هنا عندي اس زائد بي، مي هنايا هذا مع هذا عندي اس زائد اس. دونك شنو كتلاحظوا؟ بان اس زائد بي راه ماشي بحال بحال اس زائد اس، يعني في هاد لا تيوري هادي او موان كنلقى واحد ليزون اللي هي ديفيرونت ما بين الاخرين، يعني ثلاثه الاخرين سون ايكيفالونت، يعني اس زائد بي اس زائد بي، يعني عندهم نفس الانرجي باش تهرسو، مي واحد لي ليزون واحده اخرى ماشي ايكيفالونت، يعني اللي هي اس زائد اس. دونك هادي عاوتاني طرح ليا مشكل مع ليكسبيريونس. دونك كي غادي ندير نفسرها، يعني كي غادي ندير نحاول باش نلقى لي ليزون كامل ايكيفالونت، غادي ندخل كما كتكون لا تيوري ديال الهيبريداسيون. دونك كما كتشوفوا السميه اولا لو ريكوفرمون اولا لا كومبينيزون لينيير des orbitales atomiques, des orbitales atomiques. Donc, je n'aurai pas dit les liaisons du carbone, les orbitales de lui, yani les géométries de l'SNR, je vais essayer de déformer de telle manière que je vais être équivalent. OK, donc je vais essayer de faire ça, 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 je vais essayer de faire ça. OK, donc je vais essayer de faire théorie d'hybridation, yani هادو اللي رسمت هنايا، مع واحد الان اس هنايا، غادي يحاولوا يتخلطوا بيناتهم باش يعطيوني شي حاجة أربعة ديال لي ليزون. واحد مثلا، جوج، ثلاثة، أربعة. دونك نورمال خصهم يجيو شي حاجة بحال هكا، واحد ما عرفتش كنت نرسم هنايا، مي لوبجيكتيف غادي يحاول يتجمعوا بيناتهم. دونك تكون شي حاجه بحال هكا، يعني التالت غادي يجي لهيه والرابع غادي يجي لهيه. اوكي، وغادي يعطيوني. دونك هنا شنو كنلاحظ؟ عندي ان اس زائد 3 ديال بي غادي تخلطوا بيناتهم ولا يتعجنوا بيناتهم باش يعطيوني واحد لي زوربيتال جدادين اللي غادي نسميهم، بويسك هنا عندي 3 بي و 1 اس، نسميهم اس بي، اس بي 3. دونك هذه تكون هي اس بي 3. وهنا كتبان لكم بان لا جيومتري ديالهم، يعني الاش فاش غادي تجي لهنا وغادي تجي لهنا وغادي تجي لهنا، راه كتبان لكم بان لا جيومتري كي دايره راه كتشبه واحد البيراميد هنا.
اوكي دونك هذه هي اسبي 3. و لا فيغور اللي تعطيني هنا نورمالمون هنا راه نورمالمون هنا راه هذا سميناه لوك تايد دونك كيكون نورمالمون هاد لا فيغور اللي تعطيني هنا ما عمرتش انتاش مزيان الا درتي واحد المكعب سميتي واحد المكعب باش يبان لكم لوك تايد اوكي دونك لا موليكول وحده غادي تجي مثلا مع هنايا الثانيه غادي تجي مع هذه اللي هنايا الثالثه غادي تجي مع هذه اللي هنايا والرابعه غادي تجي وما تشرا مخربق شي شويه ما عنديش كي ندير بس ما جو بونس كي فاش حاجه في الانترنت غادي نحاول نعاود معكم البارتي ديال الكور ديال لي فاليداسيون اي باش تجيو تفهموا مزيان حيت هاد لابارتي هي اللي كتلقى في ليكزام عليها نقاط بزاف غادي نحاول نعاود نشرحها عاد ندخل نكمل لي زيكزارسيس اوكي دونك قلنا وصلنا في الحاله ديال لي موليكول اللي هما بولي اتوميك يعني فيهم بليزيوغ اتوم بليس دو دوز اتوم قلنا هاد لوكا ديال لي موليكول ا بليس دو دوز اتوم اي بيان اونتوندو كيكون تري كومبلكس يعني كتزاد تعقد الامور حيت صعيب تعرف لي ليزون. La principale difficulté supplémentaire consiste à faire intervenir la géométrie moléculaire. Yani, il y a صعوبة ديالو هي كي ندير نحدد لا جيومتري ديال مثلا موليكول مثلا CH4 ولا C2H2 ولا المهم شي موليكول فيها بزاف ديال لي زاتوم حيت لا جيومتري غادي شويه تعقد شي شويه دونك في هذه الحاله لي جوربيتال بوحدهم اتوميك ما كيقدوش يفسروا ليا لي فورم جيومتريك يعني خصني ندوز لواحد لا نوسيون جديده اللي هضرنا عليها هي لا نوسيون ديال ليبريداسيون ديال لي جوربيتال اتوميك. شنو معنى ايبريداسيون؟ يعني كيكون عندك واحد دوز اتوم واحد دوز اوربيتال اتوميك كيتعجنوا بيناتهم وكيعطيوني واحد لا فورم جديده وهذيك لا فورم جديده هي اللي كتفسر لي لا جيومتري. اما الا خدمت غير لي اوربيتال اتوميك فاش نخدموا في ليزيكزومبل غادي يبان لكم هذا الفرق. دونك هضرنا على ليكواسيون ديال شرودينجر ونشوفوا دوزوني شي المهم ناخذ مثلا الموليكول سي اش 4 حيت هادشي راه كامل درتو في الكور ما غاديش نعاودو كامل. دونك سيت موليكول الي تيتريدريك سون شيما د لويس هو هذا دونك كندير سي دونك الكربون ديما كنحاولو ندوزو ليتا اكسيتي حيت هي راه بلو ستابل حيت كيحاول يعمر النص ديال لي زوربيتال ديالو دونك كيحاول يقلب على ليتا لو بلو ستابل دونك سي اطوال بحال سي. مي فاش كنبغي نخدم شيما د لويس كنفضل نخدم بسي اطوال ماشي ديما نقدر نخدم بسي اطوال مي اغلبية الحالات كتخدم بليتا اكسيتي ديال الكربون. اوكي دونك كيما كتشوفو هنا بان هاد لو تيب ديال هاد لاطوم كما عرفنا كما شرحنا في في اس تي ار هي اكس 4 اكس 4 كنا شفنا الجيومتري ديال اكس 4 هي سيتان تيتريدر اوكي يعني اربعه ديال لي ليزون كل واحد فواحد الراس ديال واحد المكعب. لي اوربيتال اتوميك انترفونون دون سي فورماسيون سون لي اوربيتال 2s او 2p دونك لي ليزون هنايا كما كتلاحظوا هنايا عندي الاس مع الاس هنا عندي البي مع الاس ديال الهيدروجين الثاني هنا عندي البي اكس مع البي اكس بي غايب بي زد مع الاس ديال الهيدروجين الثاني. دونك شنو كتلاحظ هنا عندي اس اس الا سولتك شنو هما لي ليزون اللي عندي عندي اس اس زائد اس بي ثلاثه المرات اوكي كي فون سو ريكوفرير افيك لي اوربيتال ان اس ديال الهيدروجين لي اوربيتال ايتون سفيريك اي لي اوربيتال بي كنعرفو بان اس كيكون سفيريك وزيبا و البي كيكون مثلا غادي مع واحد لاكس دونك الا عقلتو لي زوربيتال بير هما هادو اللي دايرين بحال هكا متابعين واحد لاكس. ها اون بو سامبلومون اكسبليكي لوبتونسيون ديال موليكول تيتريدريك علاش ميمكنليش نكسبليكي مهم اكسبيريمونتال عندي مشكل في ليكسبيريونس ليكسبيريونس كتقول لي بان هاد لي ليزون هادي راها بحالها بحال هادي راها بحالها بحال هادي راها بحال يعني اي سون توس ايكيفالنت يعني كيتشابو شنو معنى كيتشابو يعني الانرجي اللي تعطيها لهاد لا ديليزون باش تهرسها هي اللي تعطيها لهاد الانرجي باش تهرسها هي نفس الانرجي اللي تعطيها لهادي باش تهرسها اوكي يعني نورمالمون خصهم يكونوا دو ميم تيب. هنايا كنعرفوا بان لا ديليزون اس اس راه ماشي بحال هي لا ديليزون اس بي اس اس كيكون لو ريكوفرمون كيكون بلوز ايفيكاس يعني فاش كتلاقى الاس مع الاس مع الاس الدوائر مع الدوائر كنلاحظوا بان كاين واحد لا ريجيون كبيره اللي كي يعني كيعطيوني شي حاجه كبيره فهمتيني يعني فاش كيتجمعوا بيناتهم كيعطيوك شي حاجه اللي هي تري ايفيكاس. اما مثلا شديتي الاس وجمعتيها مع البي لو ريكوفرمون الاس مع البي كيكون تري فيبل كيكون ان بو فيبل
يعني غير واحد الطريف مثلا ديال لا زون ديال بي هو اللي كيتفاعل لك مع هاد لا زون ديال اس. هنا تقريبا كلشي كيتفاعل لك مع هذا وكيعطيوني واحد الاس واحده اخرى اللي هي يعني الا سولتك شنو هي الليزون مثلا اللي كتكون قاصحه غتكون تقول لي هي اس اس في هذه الحاله ديالي. دونك لاحظوا بان الانرجي باش تهرس مثلا دو زوربيتال اتوميك اس اس ماشي هي نفس اللي تهرس في واحد الاوربيتال مثلا اس زائد بي. يعني مشكل هنا عندي في ليكسبليكاسيون كيدير نفس ليكسبيريمونتال. اوكي دونك ما عرفتش واش فهمتوا البروبليم هنايا. البروبليم هنايا كما قلت لكم ليكسبيريونس كتقول لي بان هاد لي ليزون كاملين بحال بحال. الوغ هنايا فاش درنا حنا هاد اللعيبه ديال الاوربيتال اتوميك قلنا الاس كتلاقى مع الاس البي كتلاقى مع الاس بينا اكسبليسيتمون بينا بان هاد لا ليزون هادي ماشي بحال بحال الاس بي. ما عمرها ما تكون اس اس بحال بحال الاس بي. يعني عندي مشكل مع ليكسبيريمونتال. ليكسبيريمونتال كتقول لك لا خصهم يكونوا بحال بحال وانت فاش كدير هاد لو ريكوفون ما كتلقاهمش بحال بحال. اوكي دونك هنا خصها توقع شي حاجه. دونك ها هو الحاجه الاولى بانت هي الاكسبيريونس ما كتفسرهاش مزيان. ندوزو نشوفو لا جيومتري دابا فين كاين المشكل مع لا جيومتري. دونك كنعرفو بان هادو هما لي زوربيتال ديال الكربون. دونك كربون ندوزو هنا واحد واحد دوز اس. اوكي دونك الهيدروجين ديالي اصلا هما راه دايرينها بوحدها. عندي ربعه ديال الهيدروجين. الان اس ديال الهيدروجين تلاقى مع الدوز اس هذه اللي شرحناها. الان اس ديال الهيدروجين تلاقى مع الدو بي اكس. الان اس ديال الهيدروجين تلاقى مع الدو بي واي. دونك الى سولتك هنا شنو هي الجيومتري اللي كتبان لك. اوكي غير من هنا الى خديت غير ثلاثه ديال لي ليزون هاد السي اش كتبان لك بان هذا مالو مع هذا راه عمودي مع هذا وهذا مالو مع هذا راه عمودي. يعني هنا كاين خصها تكون زاويه قائمه وهنا زاويه قائمه. اوكي بحال اللي كتشوفوا هنا ها هي هذا خصو يكون عمود مع التحتاني هذا خصو يكون عمود مع التحتاني اكسيتيرا. دونك عندي تروا ديال لي ليزون ا اونغل دووار وواحد لي ليزون اللي هي نون ديريكسيون يعني حتى ديريكسيون هذه ما عندهاش شي ديريكسيون بيان بريسي. دونك سو موديل سامبل نو رون با كونت دو لا جيومتري تيتراهيدريك ديال لا موليكول غير حيت قلنا هاد التيب سي اش 4 هي ا اكس 4 و ا اكس 4 نورمالمون سولون في اس بي خصها تعطيني واحد التيتراهيدر. غترجعو تشوفو التيتراهيدر كي داير. اوكي وهاد لا ليزون اش هادي اللي قلنا هادي نون ديريكسيونيل يعني هي اللي جايه من ا اس مع دو اس. اوكي دونك كما كتشوفوا هنايا الا فسرت غير لي زوربيتال اتوميك ما كنلقاش لي ريزولتا ديال الاخر ديال في اس او تي ار. دونك في هاد الحاله خصني نعيط لواحد لي زوربيتال غادي يكونوا نسميهم لي زوربيتال ايبريد اللي غادي يكون واحد لا كومبينيزون لينيير ديال لي زوربيتال اتوميك. يعني هذيك دو اس اللي في الكربون مع دو بي مع دو بي كاريك مع دو بي زد غادي يحاولوا يتلاقاو بيناتهم ويكونوا ليا واحد لا نوفيل اوربيتال اللي هي اس بي 3 اللي ديكري با واحد لا فونكسيون دون اللي هي بسي اس بي 3. اوكي هنا يمكن بيان سور تحسب لي ديفيرون كوفيسيون. دونك هنا شنو غادي يوقع اون فيت في لا رياليتي شنو كيوقع فاش كتلاقى دو اس دوز اس هذا غير شي الكربون هذا راه ماشي ما كاينش الهيدروجين غير الكربون بوحديتو. فاش كيكون دوز اس مع دو بي فاش كيتلاقاو ولا في نفس الاتوم شنو كيوقع لهم كيوقع لهم هاد دوز اس كتخلط مع هاد دو بي اكس ودو بي يعني في نفس الاتوم ديال الكربون كيوقع له واحد لو ريكوفومون. حنا في الاول فاش كنا كنهضروا على لو ريكوفومون اوربيتال كنا كنهضروا على دوز اتوم ديفيرون يعني الاش مع السي مثلا اس ديال الاش كتلاقى مع شي الاس ولا البي ديال الكربون يعني دوز اتوم ديفيرون. مي هاد ليبريداسيون كتقول لي بان في نفس الاتوم ديال الكربون كتوقع واحد الريكوفرمون كتوقع واحد ليبريداسيون هما سماو هنا ماشي دوز اوربيتال ديفيرون حيت دوز اوربيتال من نفس الاتوم عندهم نفس الانرجي كيتحاولوا يتخلطوا بيناتهم وكيعطيوني شي حاجه بحال هكا. هادي هي اس بي 3. اوكي دونك هادي هي اوكي دونك كيتلاقاو بيناتهم باش كيعطيوني هاد اس بي 3 هادي ديالي. دونك في هاد الحاله الاش الان اس ديال الاش تجي لهنا الاخرى تجي لهنا الاخرى تجي لهنا الاخرى تجي لهنا. ولي سولتك على الجيومتري هادي راها جيومتري اللي هي تيتراهيدر. عرفتو على التيتراهيدر كي داير قلنا التيتراهيدر هو اللي كيكون هنا طول سنترال والاخرين كيكونوا في الدياغونال ديال الكيوب والدياغونال اوبوزي في الكيوب في الفاس الفوقانيه ديال الكيوب. اوكي دونك انا فسرت بهاد لا ميثود هاد ديال ليبريداسيون فسرت لا جيومتري فيش دابا راني وليت اون اكور مع في اس او بي ار. اوكي متفقين.
دونك شنو لاحظت هنا؟ لاحظت بان ان اس مع 3 بي شنو كتعطيني؟ 4 ديال لي زوربيتال اللي هما اس بي تاعي. نزيدو نكملو هنايا. دونك اون فوا لي زوربيتال اتوميك هيبريد اوبتوني اون كونستخويرا لي زوربيتال موليكولير بار ريكوفرمون افيك لي 4 اوربيتال ديال ان اس ديال لاتوم هيدروجين اتشيليك. دونك كتعطيني هاد لا موليكول هادي. هنا شنو كتلاحظ؟ كتلاحظ بان اس بي 3 مع هاد ان اس تيتو ليزون اللي هي سيغما. علاش؟ حيت كتوقع لي لو ريكوفرمون كيوقع لي سيفون واحد لاكس. هذا نفسه ريكوفرمون سيفون لاكس. هنا دونك شنو كتلاحظ؟ بان هنا لي ليزون كاملين سون دو ميم تيب، يعني عندهم نفس لا ليزون سيغما، يعني هادشي راه اون اكور افيك ليكسبيريمونتال. ليكسبيريمونتال كتقول لي بان ما كاينش شي ليزون ديفيرونت، لي ليزون كاملين. دونك شنو كتلاحظ؟ هاد لا نوفيل تيوري سالات لي يعني رجعات ليا الامل، خلات لي الفي اس تاعي. حيت كون كانت هاد لا تيوري صحيحه الا خدمت غير بليزوربيتال اتوميك، يعني يعني ما وقعتش هاد الليبريداسيون، يعني نفترض بان ليزوربيتال واحد كيبقى بوحديته ما كيتميلونجوش بيناتهم، غادي نلقى مشكل. مي فاش خرجت هاد لا تيوري الجديده اللي هي ماتيماتيكمون تاعي راه غاديه مع صحيحه، بينت بان يمكن لي نلقى لا جيومتري ديال لا موليكول ونبقى ديما اوناكور مع البي اس او بي. ندوزو لا موليكول الثانيه اللي هي ليتيلين، دونك سي دو اش 4. سيت موليكول اي بلان افيك دي اس سي سي، لا ليزون هي 120. دونك هادي هي لا موليكول كي داير لا جيومتري ديالها بلان. نحاول نشوفو شنو فين عندي المشكل. دونك الا حطيت الكربون كما قلنا اليتا اكسيتي، شنو غادي يوقع لي؟ الهيدروجين غادي يتلاقى لي مع جوج ديال ليزون، والهيدروجين هنا يتلاقى لي مع جوج ليزون، وجوج ديال ليزون الكربون تعطيني دوبل ليزون. اوكي، دونك هادي هي الشيما ليويس. دونك لا ميثود بيرمي دو بريفوار لا فالور ديال لي زونغل دو 120. دونك الا خدمت بالفي اس بي ار غادي نلقى 120. علاش؟ كي كندير نلقى بعدا لا ميثود هنايا ديال الفي اس بي ار كنشرحها في الكور، كنفترض بان هاد الجروب داتوم هو اون اتوم اترونجي يعني بي، والاتوم سنترال هي هادي ا، وهادو كاملين بي، ما عندي ما ندير انا بهادو. في الميثود في اس بي شنو كتقول؟ كتقلب غير على الاتوم سنترال. الاتوم سنترال مثلا هي السي، يكون الكربون هو البلوز الكترون نيجاتيف. اوكي، الطبقه الاخر غتعتبرهم كامل بحال دي جروب ديال نفس لا موليكول، يعني بحال الا عندك ا دايره بها بي من هنا، بي مثلا من هنا، وبي من هنا، يعني هادي ا او لا اكس نورمالمون حنا كنا كنقولو لا اكس. دونك هادي ا اكس 3. دونك ا اكس 3 دونك كنعرفو بان هاد كتفسر لي كتقول لي بان خصها تكون عندك 120 دوغري من بين لي ليزون. هنا عندك خصها تكون نورمالمون 120 تيتراغون. اوكي، ريان نوبليج ا بريوري لي دو تريونغل ا اتر كوبلانير. بيان سور هنا ماشي بالضروره هاد لي دو تريونغل فين هما هاد اللعيبه هاد اللي عندي هنايا. غادي نفسرو علاش راه بلانير، علاش راه خصو يكون في نفس الكون، خصو يكون خارج على الكون. Pour décrire cette molécule, l'hybridation est de type sp3 ne convient pas. Nous allons faire appel à une hybridation de type sp2. Donc l'exposant dans radin chouf ba la relation avec asmiklin hatta touch sp3 ou sp2. Donc l'exposant 2 indique que seuls deux orbitales p ou qui relief la liaison combiné avec les orbitales s pour les orbitales hybrides. Il restera donc une orbitale p le marche khatma. Donc le type d'orbital غادي يكون بحال هكا. الا تلاقات ان اس مع 3 بي غادي يعطيني 3 ديال اس بي 3 والان بي اللي ما خدمتهاش بقى بوحدو. دونك هذه هي الاوربيتال اس بي 2. اوكي، نشوفوا شنو معنى هذه الاوربيتال، هذه شنو كيوقع. نفس القضيه هنايا، هنايا 2 اس مع 2 بي اكس 2 بي ايغريك و 2 بي زد. شنو قلنا غادي يوقع؟ نخلي هاد 2 بي زد ما غاديش نحاديها، حيت قلنا هذا هو داك البي اللي ما كيتحاداش، و 2 اس غادي تخلط ليا مع 2 بي ايغريك، 2 اس زائد 2 بي ايغريك زائد 2 بي زد، وغادي يعطوني اس بي 2. هاد اس بي 2 ديما كتكون في البلان، تكون شي حاجه في البلان هكا. عقلوا نتوما على هادشي ديال الجيومتري، كي كتندير تحت اس بي 2 كتكون دايره بحال تريونجل، تريونجل في البلان. اوكي، دونك ها هما 3 اوربيتال هيبريد اللي هما اس بي 2، والبي اللي ما خدمتهاش هي باقيه. اوكي، دونك il reste une orbitale p non utilisée. دونك une fois les orbitales hybrides
لقيتي اون فوا كتلقى التيب ديال الهيبريداسيون، هنا راه بالنسبه لنفس الكربون، هنا ما عندك الكربون الاول وهنا عندك الكربون الثاني، يعني لي دو كربون كيتهيبريداو بنفس القضيه. دونك الى لصقت هاد لي دو كربون شنو تلقى لك؟ الاس بي 2 تلقى مع الاس بي 2 كتعطي اون ليزون اللي هي سيجما، لهاد البي اللي ما خدمتيهاش انا اللي هي بي زد مع هاد البي زد شنو تعطيك؟ تعطيني اون ليزون اللي هي ان بي، حيت ريكوفرمون اللي هو لاتيرال سوفون سوفون اون باراليل. والهيدروجين فين غادي يجي؟ الهيدروجين ان اس، الهيدروجين يجي لهنا وحده لهنا وحده لهنا وحده لهنا، باش تعطيني اربعه ديال لاطوم الهيدروجين، تعطيني شي حاجه بحال هكا. دونك شنو كتلاحظ؟ عندي ليزون بي وخمسه ديال ليزون سيجما، دونك هذه هي لا موليكول ايتيلين. بيان سور هنا علاش لا موليكول خصها تكون في البلون وما خصهاش تكون كدور؟ كنعرفوا بان هاد لا ليزون، افترض بان ما عندكش هاد لا ليزون، هادي ما عندكش مع هادي، دونك هنا في هاد الحاله عندك غير هاد لا ليزون، هادي سامبل سامبل. كنعرفوا بان السامبل اللي كانت عندها غير ليزون سامبل راه يمكن لها دور لا موليكول، دور على راسها تبقى ديما سامبل. الور الا كانت عندك واحد بحال الا عندك مثلا جوج ديال لي بول، هنا يمكن لك تدور هادي هنايا وهادي تدورها. مثلا مثلا افترض بان عندك جوج ديال لي بول ملاصقين بجوج ديال جوج ديال الحدايد هنايا، واش يمكن لك تدور هنا؟ صعيب تدور لا موليكول، يعني خصك تفرض على لا موليكول تبقى في اون بوزيسيون اللي هي فيكس. دونك هذا هو لو رول ديال لوربيتال بي اللي عندي هنايا، هاد لوربيتال بي راه كترونفورسي لا ليزون باش ما تدور ليش لا موليكول، يعني كتفورسي على لا موليكول سي دو اتش دو باش تبقى ليا في البلان، يعني تكون عندي هادشي كامل يبقى ليا في البلان. دونك هنا فسرت انطلاقا من هاد ليبريداسيون، فسرت علاش لا موليكول اي لي بلان، حيت لا في اس بي ار ما كتفسرلكش لا موليكول علاش بلان. اوكي دونك انتما دابا بديتو كتفهموا هاد القضيه ديال ليبريداسيون. دونك لي 6 اوربيتال اس بي 2 ايتون دو لو ميم بلان، توت لي ليزون سون كوبلانير اي لا موليكول اي اوبليغاتوارمون بلان. دونك سيت ابسونس دو ليبر روتاسيون اوتور دو لا دوبل ليزون ايت ا لوريجين دو ليكزيستونس كيما قلت لكم ديال ليزوميري او او زيد ديال لي زالسين. دونك هنايا بيان سور الا كانت لا موليكول ما كدورش، يعني يمكن لاش دور وترجع لنفس لا كونفيغوراسيون انيسيال، يعني سواء يمكن تكون هاد الاش 3، هاد الاش 3 تكون هنايا، ولا يمكن لا تكون مجموعة هنايا، يعني عندي جوج ديال لي موليكول مختلفين نورمالمون، راه مختلفين، هادي راه ماشي هي هاديك، وهادي علاش كنسميها او، حيت نورمالمون الا درتي او كدير نورمالمون عندي جوج زيد زد كدير هذا مع هذا، هذا مع هذا، هذا مع هذا، الاو دونك خصك تلقى تقلب على الاو اش مع سي هذا مع هذا، اوكي دونك هذه كتشبه لشي او بحال هكا مقلبه ولا ما نعرف. المهم الا درتي غير تبعتي نفس لا موليكول، لا لا خصني نتبع نفس لا موليكول، ماشي انا خصك دير هكا هكا ما نعرفش كيفاش جبد الاو من هنا. اوكي هذه راه كتبان شي او نعسه ولا ماشي مشكل. دونك هادي كتعطيني جوج ديال لي كونفيغوراسيون بوسيبل، يعني هاد سي اش 3 الا كان ديبلاصا ليا لتحت غادي يعطيني واحد الموليكول جديده اللي غادي نسميها، هي تقريبا عندها نفس لا فورمول كيميك مي ماشي ايكيفالونت مع الاخر، حيت هذا راه فيكس ما كيدورش. اوكي الا بغيت ندورها بيان سور خصني نهرس هذيك لي ليزون بي، دونك خصني ضروري نهرس لي ليزون بي، سوا بواحد نصيفط لها واحد نسخنها ولا نصيفط لها واحد الفوتون يهرس لي ليزون باش نخليها تدور وتعطيني لي زيد، ندوز من الاو زيد. ندوز دابا لاسيتيلين اللي هو سي دو اش دو، دونك نفس القضية بالنسبة للكربون غادي يتجمعو بيناتهم. هنا إلا سولتك على جيومتري قلنا تعتبر هادي هي لاطوم سونترال وهادي هي لاطوم الثانية اللي هي اكس الأولى وهادي هي لاطوم الثانية هي اكس، دونك لا جيومتري هي ا اكس دو، نورمالمون خصها تكون ا اكس دو كنعرفوها شي حاجة دايرة بحال هكا، يعني في البلان لينيير، يعني لينيير جيومتري اللي هي غنشوفو واش الا خدمت غير بلي زوربيتال اتوميك واش غنلقى لينيير. نفس القضية هنايا هنا دازو دارو ليبريداسيون، هنا شنو هي التيب ديال ليبريداسيون غادي نخدم باش نفسر لا موليكول؟ هنا كيما كتلاحظ ميمكنليش نخدم اس بي 3 حيت عندي غير جوج ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين، الا درتي اس بي 3 خص يبقى لك جوج ديال الاس بي، جوج ديال الاس بي 3 ولا اربعه ديال الاس بي 3، جوج ديال هاد الكربون جوج ديال الكربون يبقاو خاويين. الوغ حنا كنديرو ليبريتاسيون باش نعمرهم بالهيدروجين ونديرو لي ليزون. دونك هنا شنو يوقع ليا؟ الان اس اتلقى ليا مع واحد البي وغادي يكون ليا اون ليزون او اون ليبريتاسيون هي اس بي، ويبقى لك جوج ديال البي ما نخدمهم فيه.
لي بي اللي ما خدمتهمش هما هذا وهذا. اوكي هذا ما خدموش، والاس تلاقات مع البي عطاتني اس بي هنايا واس بي هنايا. دونك هنايا نورمال خصو يكون هنا، هذه هي البي، ها هي هنايا راه تلاقات لك الاس مع البي وتميلونجا وعطاوك هذا الاس بي. هذا داير شحال بحال هكا. هنايا الا درتي الكربون الثاني غادي تبان لك علاش درت اس بي. مثلا هذا الكربون الاول، هذا هو الكربون الثاني، الاس بي تلاقى مع الاس بي تعطيني واحد لا ليزون سيغما، البي تلاقى مع البي هذا، البي مع هذا تعطيني واحد لا ليزون بي، هذا مع هذا غادي يتلاقى ويعطيني واحد لا ليزون بي، وغادي تبقى لك واحد جوج شيطين هنايا، هذا وهذا شيطين يتلاقى مع الكربون مع الهيدروجين، وغادي يكون لك اش 2. دونك نتوما جربوا الى درتي الاس بي 3 تلاحظ بان يبقى لك اس بي 2 ولا اس بي 3 ما تبقاش شي حاجه شيطه خاويه، دونك ما نصلحهاش. دونك هنا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بان عندي ثلاثه ديال لي ليزون ما بين السي والسي، وليزون سامبل مع الاش، هي هذه اللي هنا، هذه دو تيب سيغما، هذه دو تيب سيغما، وعندي جوج ديال بي. دونك هنا عندك بي وهنا عندك بي، عندك ليزون سيغما. دونك هذه هي لا موليكول ديال الاسيتيلين بالنيوبيليزاسيون اللي هي اس بي. دونك دابا خصني نعرف كي ندير نجبد، نعرف تيب ديال الهيبريداسيون بلا ما نحمق راسي مع الاخر. دونك الا بغيتي تحفظها غتعقل على هاد القضية هادي، يعني ديما ا اكس 2 كتخدم لي بريداسيون دو تيب اس بي، ا اكس 3 كتخدم لي بريداسيون دو تيب اس بي 2، ا اكس 4 اس بي 3. هنا ما كيعطيوش ال ا اكس 5 و ال اس 6، علاش؟ حيت كتدخل لي بريداسيون مع الدي، يعني حتى الدي كتدخل لك مع الاخر وكتميلونجا وكتعطيك شي عجب واحد اخر. دونك انت تعقل لي على ثلاثة هادو بارك عليك. اوكي الا عقلتي على ثلاثة اي تمرين يمكن لك تخرجهم. بيان سور هادو راه عرفتو كي كندير نجبدهم، انا شرحتهم في الكور كي كندير نجبد ا اكس 3 او، حيت هنايا راه شنو اللي كيتبدل؟ هذا عنده نفس بي، بي قلنا هو 4. بيان سور الا كانت ا اكس ان او ام، بي هو ان زائد ان، يعني يمكن لك دير لي كومبينيزون كاملين باش يعطيوك. يعني الا كانت ان تيكالا واحد، ام شحال خصها تكون كتساوي شقة لك 4، خصها تكون 3، يعني هي ا اكس او 3 هي هادي. و الا كانت ان تيكالا جوج، ام خصها تكون جوج هي هادي. الا كانت ان تيكالا 3 هادي خصها تكون واحد هي هادي. و الا كانت او تيكالا 0 اكس خصها تكون 4 تكون هي هادي. اوكي راكم عرفتو هادشي بلا ما نعاودو عاود تاني ونحرقو راسنا. اوكي دونك دابا ندوزو لي زيكزومبل. اوكي دونك هادو هما ريزومي ديال لي زيبيليتاسيون. قلنا الاس كتلقى مع ثلاثه ديال لي بي وكيعطيوني شي حاجه بحال هكا، هادي قلنا هي اس بي 3. هنا عاوتاني الاس كتلقى مع جوج ديال لي بي وكتعطيني شي حاجه بحال هكا، تريونغل في البلون، هادي هي اس بي 2. والاس كتلقى مع بي وحده وكتعطيني شي حاجه بحال هكا، تكبر كتزيد تكبر شي شويه وكتعطيني اني فاليداسيون اللي هي اس بي. لا موليكول ديال H2O. دونك حتى H2O يمكن لي نصوب لها الاخر ديالها. دونك H2O دابا عرفنا الى انطلاقا غير من لا جيومتري يمكن لي نحدد ان تيب ديال ليبريتاسيون. دونك H2O نشوفو بعدا البروبليم فين كاين، نحاول نقادو غير البروبليم باش تزيدو تفهمو هادشي. انا بغيتكم غير تفهمو هاد ليبريتاسيون، يعني طرف فيها 20 مثلا ما تخليهوش فين يهرب لك. نشوفو المشكل ما بين لي زوربيتال اتوميك و الفي اس او بي ار. دونك نعرفو بان او كيدير ليا هو هذا اللي مكتوب الفوق، فيه جوج ديال لي زيليكترون هنايا، جوج هنايا، واحد هنايا، واحد هنايا. والاش كما كنعرفو فيه غير الكترون واحد، دونك الاش يتلقى لي واحد مع لهنا، واحد مع لهنا، و او غتبقى لي واحد جوج ديال لي دوبلي ليب. دونك غتجيني شي حاجة بحال هاكا. غنشوفو شحال هي لونغ اللي ما بين هاد جوج هادا. اوكي الا طبقت غير لي زوربيتال اتوميك باش نعرف شحال هي لونغ خصني نخدم لي زوربيتال. دونك او شنو قلنا؟ او عندها عندها لي ليزون اللي هي دو بي اكس و دو بي ايكغيك و دو بي زد، هي دو بي اكس مثلا، وعندها ديك الدوزيس في الوسط، هي ما كتدخلش اصلا في ليزون. ديك الدوزيس اللي عندي هنايا ما دخلتش في ليزون، حتى راه ما دخلت ليش في ليزون. ليزون كاين غير ما بين هاد البي اكس بي ايكغيك و بي زد. اوكي دونك شنو غادي تجي؟ لا موليكول قلنا اس غتجي ال بي اكس مثلا او ال بي اكس قلنا، وغادي تجي مثلا ال بي زد. مثلا نجي لهنا، هنا ولا لتحت اللي بغيتي. انا اللي كيهمني هنا هو لونغل. دونك اللي سولتك شنو هي لونغل ما بين هاد جوج ديال لي زاتون ديال الهيدروجين، الا خدمتي لي زوربيتال اتوميك كتلقى هنايا 90،
و الا قلت لك سولون في اس او بي ار شنو هي لون تكون عارفه هذه الانرجيومتري هذه كتساوي ل ا اكس 2 او 2 يعني جبتها من ا اكس 4 ا اكس 2 او 2 الى 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 بقيتي متبع ا اكس 4 بقيتي كتنقص كتنقص كما درنا في السيمولاسيون ديال الكول غتلقاها بانها كتكون قلنا كو دي او لا قلنا اون في انرجيومتري اون في يعني كتكون هنا لونغ شحال هي الى عقلتو 109 فاصله شي حاجه اوكي دونك هذه هي لا جيومتري دونك هنا شنو كتلاحظ كاين تناقض معايا الا خدمت غير بلي زوربيتال اتوميك باش نفسر لا جيومتري وما بين لا جيومتري اللي عطاتها لي في اس او بي ار دونك كي ندير نحل هذا المشكل هذا ونخدم عمتي لي فاليداسيون دونك هنايا اين ايبريداسيون هذه قلنا كيفاش كتكون اكس 4 اين ايبريداسيون كنخدم كنخدم اس بي 4 اوكي او تيتري دونك pour construire la molécule, on utilise les 4 orbitales atomiques hybrides SP3 pointant à 19. Donc il a une hybridation. Je vais atteindre SP3 et la SP3. SP3 qui catch point, maintenant la retombe à feu plan. درت في البلان مزال ما كنعرف ما سمع هكا عقلي رانا راسنا من الفوق هنا ها هي اس بي 3 دونك لا موليكول ديال الهيدروجين غادي تجيني هنايا الاولى ولا موليكول ديال الهيدروجين الثاني غادي تجيني لهنا ولا خلي دوبل اللي بغا يبقى يعني دونك الى حسبتي شحال لونغل هنايا غتلقاه هي 109 حيت قلنا في اس بي 3 لي زونغل هنا راه هي 109 دونك عليها خدمت 109 اوكي الى خدمتي هنا راه من هنا راه عندك 120 ماشي 109 هنا راه عندك 180 اوكي دونك انا باش نبقى دونك نتوما قلت لكم سوا غادي تحفظوا يعني شاك اكس الاخر تحفظ لها ان تيب ديال لوربيتاسيون هذه هي احسن حاجه حيت عندك غير ثلاثه ديال الحوايج خصك تحفظهم يعني اكس 2 اكس 3 اكس 4 الاخرين قلنا اللي كتدخل فيهم دي ما كت ما كان عندك ما دير بهم اوكي دونك هادشي اللي هاد لا موليكول الثانيه اللي هي سي سي او 2 باز ثاني اكسيد الكربون دونك لاتوم الا خدمتي هذه هي لاتوم سنترال غتعطيك الا اعتبرتي هنا غير كيخدموا الحالات كامل اعتبرتي او هي لاتوم سنترال دونك شنو غادي تجيك هنايا الا سولتك على الجيومتري هنا تعتبرتي كامل اكس هادشي كامل اكس وشحال فيها من دوبلي ليف فيها جوج ديال لي دوبلي ليف او دو دونك عليه هنا درنا اكس الا اعتبرت بان هاد السي هو رقم سنترال الصبر هذا كامل هو الاكس الاول وهذا كامل هو الاكس الثاني دونك هي اكس 2 هي هادي اللي هنايا والا اعتبرتي هاد لاطوم هادي غتكون نورمال بحال بحال حيت نفس الاكسجين يعني كيلعبوا نفس الاول دونك الا خدمتي الا اعتبرتي هادي لاطوم سنترال او طيح في هاد لا جيومتري اللي هي اكس او 2 قلنا هي ديال اكس 3 اكس 3 هنا هيبريداسيون قلنا نخدمو كنخدمو اس بي 2 ولا خدمتي هادي لاتوم سونترال تعتبر هي اكس 2 غتخدم هيبريداسيون اس بي ولا صبرتي هادي لاتوم سونترال غتخدم اس بي 2 حنا نعتبرو بان الكربون كنعرفو الكربون هو لاتوم سونترال دونك هنا هيبريداسيون تخدم هيبريداسيون دو تيب اس بي يعني تخلي جوج ديال لي زوربيتال بي ما تحاديهمش هذا وهذا ما راه باقيين وهذه نورمال هي اس بي 2 وهذه هي الاس بي 2 دونك شنو غادي يوقع ليا الاكسجين ها هما لي دوبلي ليبر ديالو هما هادو اوربيتال غادي يتلاقى مع هادي سويفون لاكس اوربيتال يتلاقى مع هادي سويفون لاتيرال يعني تعطيني دوبلي ليزون هي هادي اللي عندي هنايا نفس القضيه هنايا بي و سيغما تعطيني دوبلي ليزون هي هادي اللي هنايا اوكي دونك هادي هي لا كونفيغوراسيون ديال سي او 2 ديال هنا بيان سور لا موليكول ميمكنلاش الدور علاش ميمكنلاش الدور حيت عندك بي هنا او بي هنايا دونك غادي تحاول تخلي الموليكول سوليد اوكي دونك هادشي اللي كاين جو بونس نزيدو على شي اكزومبل واحد اخر شوفو الى باقي شي اكزومبل شي تمارين نخدمو ديال بي او اتيدي يلا سير دونك نسال ان قال لي اتيدي لو تيب دي بريتاسيون في البي او اتيدي دي بريتاسيون دي زوبيتاتون لا موليكول
هيدروغ دو بيريليوم. دونك الهيدروغ دو بيريليوم هو ال بي ار جو بونس نكتبوش لا فورمول الشيميك جو بونس بي ار او هاش دو الاش دو بي ار اوكي نو بي او هاش دو دونك نخدمو هذا بي او هاش دو اوكي okay, دونك نحط اول حاجه لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال البي او دونك دي ان اس 2 هادي 2 اس 2 نعرفوا بان هنا راه ما تنساش راه عندك لي زوربيتال بي خاويين علاش حيت راك ان ايتيكال 2 دونك اوتوماتيكمون عندك واحد دو بي غيم راه خاويه دونك هنا غادي ندوزو ليتا اكس تي حيت ما يمكنش هذا يدير ليزون مع جوج ديال اتش 2 حتى اتش 2 فين غادي يمشي الى حطيتي ان اس ديال اش الاول ان اس ديال اش الثاني ما عندوش فين يدير هذا راه خصهم ضروري جوج ديال ليزون دونك غنفترض بان هذا كيت اكسيتا وكيعطيني جوج ديال ليزون هنايا دونك الى خدمتي بي او اكسيتي شنو غتعطيك غتعطيك هنايا اون ليزون وهنايا اون ليزون دونك في هذه الحاله عاد يمكن لي نقول بان غيدير هذا ليزون هذا من ليزون معاك دونك انتوما بديتو كتعرفوا علاش كنخدم لي زيتا اكسيتا اوكي دونك نحاولوا نحطوا بعدا لي زوربيتال ديال الاخر ونحاول نفهم نحاول نشوفو التيب ديال الركومبين دونك قلنا هادي هي البي هادي هي الاس بيان سور عندك هنا لي زوربيتال الاخرين غي خاويين دونك عندك ان الكترون مثلا صافي ان الكترون عندي هنا والكترون عندي في الاس هو هذا اللي هنا اوكي دونك هذا غادي دير لي ليزون مع هذا هو تعطيني اون ليزون اللي هي نون ديريكسيونيل مع الاس دونك غادي تكون عندي اون ليزون دي نون ديريكسيونيل ان اس او لا 2 اس بلس الان اس هادي ما عندهاش شي ديريكسيون بريس حيت قلنا الاس مع الاس ما عندهمش حيت بجوجهم صفير ما عندهمش شي ديريكسيون وعندي واحد ليزون الاش دو بي مع الان اس اوكي واش غادي نفسر عاوتاني نفس لا جيومتري ديال ا اكس 2 دونك هادي ما تنساش راه هي ا اكس 2 قلنا ا اكس 2 اللي هي عندك اتوم دايرين بها جوج ديال لي اكس يعني خصها تكون نورمالمون في البلان يعني 180 دونك شنو كتلاحظ هنا هذا راه ماشي 180 حيت الا اعتبرتي مثلا نحاول نفسر نبسطو هادو الا اعتبرتي مثلا قلنا ليزون مع الاش كتكون مثلا هنايا هي الاوربيتال اللي كتبنا لا ليزون الاخرين خاويين ما غاديش نرسمهم دونك كتجيك ها الاش الاول مع الدي او وقلنا عندي اون ليزون اللي هي نون ديريكسيوني نون ديريكسيوني ما عندهاش شي ديريكسيون يمكن لا تتحرك يعني تقدر تكون لينيا تقدر تكون ماشي لينيا يعني تقدر تكون ليزون هنا تقدر تكون هنايا تقدر تكون هنا اكسيتيرا دونك ما عندكش شي حاجه فيكس بهاد لي زوربيتال اتوميك وانا كنعرف بالفي او سوبر خاص عندي شي حاجه لينيا دونك خصني نخدم ليبريداسيون اوكي دونك هنا شنو غادي يوقع ليا ليبريداسيون يعني 2s تخلط ليا مع 2 بي اكس ديال البيريليوم وغادي تعطيني اون لاخور اس بي غنشوفو الاس بي واش يمكن لها تفسر ليا هاد لا جيومتري الاس بي قلنا شنو هي الاس بي الاس بي هي كتكون شي حاجه دايره بحال هكا لا هادي هي الاس بي هنا كتكون داخله شويه هنا شويه اوكي اوكي دونك هنا غادي تجي الان اس ديال الهيدروجين هنايا ولا ان اس ديال الهيدروجين هنا ما عندهاش فين تمشي حيت قلنا الاس بي خصها تكون هكا وهنا عندي البي او دونك هاي عطاتني ان جيومتري اللي هي مالا لينيا يعني انا رجعت للبي اس او بي ار ديالي اوكي دونك انتم بديتو كتفهموا نتمنى انكم تفهموا الدراري بقا تخليو لي كومونتير يعني باش ما نعرفوش شنو كاين اما فاش كتقرا الكور وما كتخلي لا كومونتير لا والو ما كنعرفوش يعني واش الفكره وصلت ولا ما وصلتش اكسيتا اوكي دونك نتلاقاو في فيديو مساء الخير تشاو تشاو